طيب ان شاء الله النهارده هنكمل بقى في الايه في الكورس بتاعنا. زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا الكورس بتاعنا عباره عن فايبريشنز اند ايه اند ويفز، اهتزازات وموجات. احنا لسه ما زلنا في الجزء بتاع الايه بتاع الفايبريشن. طبعا احنا نهينا الحصه اللي فاتت الموضوع بتاع السيمبل هارمونيك اوسيليشن، اللي هي الحركه التوافقيه البسيطه اللي فيها الجسم بيتحرك تحت تاثير كام فورس. يا جماعه حد يقدر يفكرنا كده كام فورس بتأثر على الجسم؟ واحدة اتنين. واحدة بس واحدة بس، واحدة بس هي اللي بتأثر في اتجاه الحركة بتاع الجسم بتاعنا، واللي احنا بنقول عليها الريستورينج فورس. تمام كده؟ طيب احنا النهارده بناخد ايه او بندرس ايه؟ بندرس الدامبد موشن، الحركة اللي احنا بنطلق عليها اسم دامبد. كلمة دامبد بالعربي يعني حركة فيها ديكي او فيها اضمحلال، فالحركة دي بتموت. طيب في البدايه انا احب اتكلم على شويه اكزامبلز كده على الايه على الحركه ديت. يعني هي موجوده معانا في حياتنا؟ موجوده طبعا. موجوده في ايه؟ موجوده مثلا زي ما بيقول لك دلوقتي اهوت، في لو انت عندنا اي جهاز موسيقي، جهاز ده بيشتغل عن طريق اوتار. يعني انت بقى عندك عود، عندك جيتار، عندك كمان، اي جهاز موسيقي كده بيبقى مكون من اوتار. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل ان العازف بيبتدي يحرك الوتر بتاع الايه من الموجودين دولت. فلما يحرك الوتر هو بيعمل فيه بقى ايه؟ بيعمل فيه الديستربنس او الحركه. يعني هنا احنا بنهز الايه الوتر ده، فالوتر ده بيتحرك. طيب بيحصل ايه الحركه بتاعت الوتر؟ هل بتفضل مستمره على طول ولا بتقف؟ لا بتقف. ها؟ بتقف بعد فتره. بتقف بعد شويه. فبالتالي هنا هي حركه فيها اضمحلال. فهو بيقول لك هنا اهوت ان ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفايبريشنال انرجي، هتقولي ايه فايبريشنال انرجي دي؟ اقول لك احنا دلوقتي لما حركنا الوتر ادينا له طاقه اهتزازيه. الطاقه الاهتزازيه دي مالها؟ بص بيقول لك ايه، از ديسيبيتد. ديسيبيتد يعني حصل لها ايه؟ فقدت على شكل ايه بقى؟ قال لك ان فورم اوف ساوند، يبقى خرجت من الوتر على شكل ايه؟ على شكل صوت. يبقى الطاقه اللي موجوده جوه الوتر حصل لها ايه؟ قلت، هتقل مع الزمن. يبقى بالتالي هنا هنبص هنلاقي ان الطاقه، لو انتوا تفتكروا معايا كنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ان التوتال ميكانيكال انرجي بتاعت اي جسم بيعمل اوسيليشن كان ايه القانون بتاعها؟ حد فاكر؟ كي زائد البي. هيا شباب، كينيتيك انرجي زائد البوتنشال. حد فاكر معانا ايه القانون بتاع التوتال انرجي؟ زائد البوتنشال نص كي اي تربيع. نص كي اي تربيع، برافو عليك. كان عباره عن هاف كي اي سكويرد، كان نص كي. كي ديت دي السبرينج كونستانت او الفورس كونستانت. الاي كان اسمه الامبليتيود. دكتور، هي الشاشه واقفه عندنا على اول سلايد، ما تتحركش، ما فيش ظهر حاجه ثانيه. لا مش حاجه ظاهره، هو بس في مش اند ويفز دامج موشن باي تويد وتويد زين. بس يعني ما دخلش في السلايد الثانيه، دخلت في السلايد الثانيه. الماوس بيتحرك يعني، ظهر عند اي حد؟ لا يا دكتور، هو ظهر الماوس بيتحرك بس ظهر السلايد الاولى بس. سامعني ولا ايه؟ سامع يا دكتور. الماوس بتاع حضرتك احنا شايفينه بيتحرك، انما السلايدز ما بتتحركش. السلايد ما بتتحركش مع كل الناس. طيب يا دكتور، نعمل شير تاني. ظهر السلايد دلوقتي، اول سلايد. لا اول سلايد برضه يا جماعه، اول سلايد اللي هي الفايبريشن ويفز كده. زهره اول سلايد زهره. بس طيب اول سلايد زهره، انا هغير دلوقتي كده. تاني سلايد زهره. تمام زهره، تمام ظهرت كده. ممكن حاجه بقى تعيد عشان ما كانش باين عندنا. زهره ولا زهره؟ خلاص بقت زهره كده. زهره عند الكل ان شاء الله. طيب استنى ثانيه واحده، هغير الكونكشن كده. الكونكشن بتاعت الموبايل ممكن يكون احسن. هنعمل كونكشن تاني، يكون دي فيها، تكون دي بتعمل لاج مثلا، فنشوف احسن حاجه ممكن. لحظه، monkey jumping.
دلوقتي ايه الوضع؟ لحظه مفيش سكرين تطلع. كده ظبطت. كده ظبطه ظهرت كده ظهر تمام كده احسن. ايوه الفيديو شغال تمام يا دكتور. طيب عظيم قوي. هنا زي ما قلت انا كنت بكلمكم بس في الاول كده على شويه اكزامبلز عشان نعرف ان احنا اللي بناخده ده له تطبيقات في الحياه. فبالتالي هنا من التطبيقات اللي موجوده فيه واللي هي الحركه اللي احنا بنسميها دامبد اوسيليشن ديت حركه الاوتار بتاعه اي اله موسيقيه. فالاوتار بتاعه الاله الموسيقيه دي انت لما بتحركها بتديها طاقه. الطاقه دي بتتحول ل زي ما قلنا صوت. فبالتالي هنا الفايبريشنال انرجي او الطاقه الاهتزازيه بتاعه الايه بتاعه الحركه بتاعه الوتر بتتحول لايه؟ بتتحول لصوت. فالامبليتيود بيحصل له ايه بتاع الحركه؟ احنا قلنا ان الطاقه بتاعه الحركه ليها علاقه بالامبليتيود. فالامبليتيود بيحصل له ايه يا جماعه؟ قال لك هنا ديكريزز. يعني ايه ديكريزز؟ يقل. يعني ايه كلمه ديكريز؟ يعني يقل جرادوال. فده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. فهو بس مجرد يعني مقدمه للموضوع تمام كده. طيب هل في اكزامبلز ثانيه؟ في اكزامبلز ثانيه. يعني زي ما انتم شايفين هنا اللي بيقول لك الايه اللعبه اللي اسمها البنجي جامبنج ديت. بيبقى في شخص وبيطلع فوق حاجه عاليه قوي ويربط رجليه مثلا او يربط نفسه ب عباره عن سبرينج او هي عباره عن مطاط كده عباره عن شريط مطاط وبعد كده بيقفز. فلما بيقفز بيحصل له ايه؟ ها زي ما انتم شايفين اهو شايفين الفيديو ده واضح؟ شباب تمام ينزل الشخص ده لمسافه كبيره بعد كده يطلع لمسافه اقل بعد كده ينزل لمسافه كبيره بعد كده ينزل لمسافه دي. فدي لعبه. فبيقول لك هنا اهوت ان بيحصل ايه؟ ان الشخص ده الجامبر ده اوسيليتنج بيتذبذب داون اند اب بينزل تحت وفوق. بيعمل ايه؟ بيعمل دلوقتي هنا سمبل هارمونيك اوسيليشن. طبعا هنا الحركه دي بتقل لغايه ما الجسم ده ايه يقف. فبالتالي يبقى دم وقف في الاخر يبقى ده دم بالاوسيليشن. دخلنا على السلايد اللي بعدها شايفين؟ ها تمام ثالث معانا يا جماعه على السلايد اللي بعدها. تمام شايفين؟ طيب دي برضو هنا بيقول لك ايه تاني من الحاجات اللي هي بتبقى دم بالاوسيليشن. اللي شايفينه ده مجرد رسمه كده ليه حاجه اسمها التشوك ابزوربر او مساعد العجله. ايه المساعد ده بتاع ممتص الصدمات ده؟ ده بيبقى عباره عن جزء بيتركب فيه عند العجل. فالجزء ده اهو زي ما انتم شايفينه هنا مربوط في العجله. لما بيحصل ان بيحصل مثلا مطب او في حاجه ارض مش سليمه اهو زي ما انتم شايفين العربيه جسمها بيتحرك. فلما جسم العربيه بيتحرك ويطلع لفوق فالمساعد ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما انتم شايفين كده عباره عن اسطوانه. الاسطوانه ديت فيها زيت فبالتالي هنا فيها مكبس. البيستون ده اللي هو موجود عندنا بيتفتح فبتطلع لفوق. بعد ما بتطلع لفوق بيحصل لها ايه تاني؟ بيحصل ايه المساعد ده؟ يرجع تاني لوضعه الطبيعي. فلما يرجع تاني لوضعه الطبيعي العربيه كده جسمها لما طلع لفوق ونزل لتحت هل خبطت جامد ولا كانت في عمليه ايه؟ في عمليه يعني راحه شويه في ان هو رجع كده لايه لمكانه. فطبعا هنا ده من الحاجات اللي موجوده عندنا اللي بيقول لك اهوت ان انت عندك ان العربيه وهي ماشيه بيبقى فيها سبرينجز فيها سوست اهو. السوسته دي ولا السبرينج ده ماله؟ ار اتاج تو الويل مربوط في العجله بتاع العربيه عشان يبتدي يحصل ان هو يحصل ايه؟ بيقول لك سيف رايد تو ذا باسنجرز اللي هم الركاب بتوع الايه بتوع العربيه. طيب ايه تاني امثله موجوده فيها دامبنج؟ طبعا هنا هل انتوا عملتوا التجربه بتاعه الفورسد في المعمل؟ عملتوا؟ بعضكم عمل التجربه ولا ما عملهاش؟ لا ما عملناهاش. لا ما عملناش يا شباب. هو احنا عملنا تجربه في الفريكوانسي ان احنا ممكن نعمل ايه؟ نجيب هنا جسم نجيب بادي كده. الجسم ده او الكتله ديت انا نقلت على السلايد اللي بعدها واضحه؟ واضحه يا دكتور. نقلنا دلوقتي على جسم اهوت وزي ما انتم شايفين هنا ان الجسم ده او الكتله ديت مربوطه في فيرتيكال سبرينج. فالفيرتيكال سبرينج دلوقتي هنا موجود دلوقتي الكتله بتاعتنا بحيث انها بتتحرك في سائل. السائل ده ماله بقى؟ قال لك ان هو فيسكاس ليكويد. يعني سائل ايه؟ سائل لزج. بيقول لك اهو بتتحرك في فيسكاس فلويد. ف
فبالتالي اللزوجة دي كنا نعرف ان هي من زمان هي عبارة عن وجود احتكاك ما بين الطبقات بتاعت الليكويد، يبقى كده الكتلة وهي طالعة ونازلة كده بتأثر عليها قوة احتكاك، قوة الاحتكاك دي اللي بتبقى موجودة جوه السائل اللزج ده، دي بتأثر على الحركة بتاعت الجسم وبيضيع الطاقة بتاعته. لو انتوا تعرفوا معانا ان احنا قلنا ان القوة دي بتاعت الفيسكوستي دي قوة نون كونسيرفتيف، بتضيع الطاقة بتاعت الايه الجسم اللي بيتحرك. فبيحصل ايه بقى للحركة بتاعته الامبليتيود ده؟ شايفين الامبليتيود ماله عمال يقل 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 بالشكل ده لغاية ما الجسم ده بيقف في الاخر. يعني لو شديت الجسم ده لمسافة معينة اسمها ايه النود وسبته، هيتحرك يرجع تاني موضع اتزانه، يطلع لفوق لمسافة اقل من الاي نود. بصوا بقى اللي حصل، ها لما رجع، هل رجع للاي نود؟ احنا طبعا قبل كده في السيمبل هارمونيك موشن كان دايما يروح لنفس الامبليتيود ولا لا؟ كان يروح لنفس الامبليتيود. انما هنا الجسم ده لما احنا دلوقتي رفعناه لفوق لمسافة اي نود او وصل لاي نود، سيبناه يتحرك، نزل دلوقتي وصل للايه، للايكوليبريم اللي هو عند اكس بصفر، بعد كده نزل لتحت. لما نزل لتحت هل وصل لاي نود؟ لا، ما وصلش لنفس الامبليتيود، وصل لقيمة اقل شوية. طيب هيرجع تاني لفوق، لما يرجع لفوق هل يوصل للاي نود اللي هو الامبليتيود؟ لا، وصل لمسافة ايه اقل شوية، نزل وصل لمسافة اقل، طلع اهو عمالة المسافة اللي عمال يروح لها كل مرة عمالة تقل تقل لغاية ما يحصل له ايه في الاخر، ما يوصل لكام؟ يوصل زيرو، او الجسم بتاعنا يرجع يقف تاني في مكان. تمام. طيب هنا زي ما شايفين بنقول بقى معانا، وزي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت لو تفتكروا بقى معايا، ان في المحاضرة اللي فاتت كنت قلت لكم ان في فورس كمان جديدة اخدناها مع بعض. حد فاكر كانت ايه الفورس ديت؟ restoring force elastic force. احنا بنكمل على المحاضرة اللي اخدناها يوم السبت، يوم الثلاث سوري، ها friction. عندنا friction motion، كم فورس بتأثر على الجسم؟ gravitational friction. فورس بتأثر على الجسم اتنين في الدمبل ثلاثة اللي هي resistance. سمعيني ولا مسمعيني؟ سمعيني. يا شباب هو تقريبا انت سامعنا صوت، سامعين حضرتك ده صوت واضح؟ عيني كده سامعين حضرتك. ايوه صوت واضح. صوت واضح يا جماعه ولا لا؟ ايوه سامعينك يا دكتور. هو مش سامعنا. سامعنا انت يا دكتور؟ طيب لحظه واحده، لحظه، شكل السماعه عندي فيها مشكله. طب اللي لما يبقى فيه صوت واضح سامعين؟ ها اتكلم كده. سامعين حضرتك. طيب دلوقتي هنا احنا كنا اتكلمنا في الحصه اللي فاتت على ان احنا عندنا بيبقى فيه اكتر من فورس بتاثر على الجسم في حاله الدامج. كان بيبقى عندنا كام فورس؟ 2 فورس. 2 2 فورسز مش ممكن يبقى اكتر. فورس صح كده، كان بيبقى عندي في تو فورسز. يبقى هنا ارجع افكركم، تعالوا كده نرجع نفتكر مع بعض. تعالوا هنا كده نعمل شير من الايه، من التابلت او من هنا ممكن. لو نفتكر مع بعض في السلايد، كان بيبقى عندي هنا في تو فورسز. الفورس ديت اللي هي قلنا عليها اللي هي الدامبنج، ايه الدامبنج فورس. يبقى احنا قلنا دلوقتي مع بعض ان احنا عندنا في دامبنج فورس. لحظه يا جماعه اظبط حاجه. هل الصوت واضح؟ سامعني؟ اه تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. اه سامعين حضرتك بوضوح. طيب لو في اي مشكله يا ريت تعرفوني يعني ساعتها. يعني فزي ما احنا شايفين دلوقتي بقول ان احنا عندنا بيبقى في حاله ان انا يكون عندي دامبنج فورس، او في عندي في اللي هي دامبد موشن، بيبقى في عندي قوتين بيأثروا على الجسم. فاحنا بنقول دلوقتي بيبقى في قوه اللي هي موجوده فين؟ موجوده في السبرينج. لما جينا قلنا دلوقتي لو انا عندي كتله بتتحرك في الدايركشن ده، لو هي اتحركت ناحيه اليمين مسافه اكس، كان بيتكون جوه السبرينج قوه عكسيه. القوه العكسيه دي كانت عباره عن نيجاتيف كي في اكس. فانا عندي هنا
نيجاتيف كي اف اكس دي اللي انتوا عارفينها اللي هي ريستورنج ايه ريستورنج فورس. بالاضافه ان في قوه جديده اللي هي بقى ايه اللي هي الدامبنج فورس او قوه الاحتكاك اللي كنا بنتكلم عليها لما قلنا ان قوه الاحتكاك دي تتناسب مع مين مع الفيلوسيتي بتاعه الموشن فتتناسب مع الفيلوسيتي فاف بتساوي ايه بتساوي ار في في. ليه حطينا السالب يا جماعه عشان عكس اتجاه الحركه صح كده فكانت عكس اتجاه الحركه وقلنا دلوقتي هنا الاكس دوت اللي هي عباره عن الايه عباره عن السرعه فالسرعه هي عباره عن الفيرست ديريفاتيف او المشتقه الاولى عندنا هنا وبعد كده قلنا هنا ان الار ده عباره عن ايه عباره عن حاجه اسمها ريزيستنس كونستانت ثابت الثابت ده مهم جدا 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 تمام كده وطبعا هنا قلنا ان احنا هنسميه ريزيستنس كونستانت او الايه او الدامبنج كوفيشنت. طيب احنا دلوقتي ايه المطلوب مننا بقى المطلوب مننا ان احنا ندرس الحركه دي تقول لي يعني ايه ادرس الحركه ديت اقول لك يعني اجيب معادله تغير الاكس مع التايم عايزين نجيب معادله الاكس مع التايم طبعا احنا كتبنا الكلام ده الحصه اللي فاتت وقلنا ان احنا بنطبق قانون نيوتن الثاني فقانون نيوتن الثاني دلوقتي بقت المعادله شكلها عامل كده ايه بقى ام اكس دوت دبل دوت ديت دي كانت عباره عن الايه عباره عن الكتله في العجله وكان الطرف الناحيه الثانيه ده عباره عن سيجما الفورس يبقى انت عندك هنا لازم تبقى عارف ان في الدامبد اوسيليشن بيبقى فيه قوتين بيأثروا على الجسم قوه ريستورينج فورس وقوه الدامبنج فورس قوه الارجاع او القوه اللي موجوده في السبرينج العادي وعندي القوه الثانيه دي الجديده اللي احنا كنا بنهملها لما كنا بنهمل الاحتكاك قبل كده تمام طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي المفروض ان انا اطلع ايه يعني انت لازم تبقى عارف هدفك كده من الاول احنا عايزين نطلع ايه احنا عايزين نطلع هنا اكس عايزين نطلع اكس دي كفانكشن في الايه كفانكشن في التايم طيب ازاي انا اطلع اكس بقى كفانكشن في التايم بس هنا قبل ما انا اطلع اكس كفانكشن في التايم انا دكتور صبياطه دلوقتي هنا حاجه ثانيه معلش عيد يا دكتور اخر حته دي علشان الصوت كان بيقطع طيب لحظه واحده 10 ثواني بس عشان خاطر معايا بس انا هشغل الصوت طيب اخد صوت من حته ثانيه اوكي لحظه هنشغل الصوت من التابلت هل سامعني كده تمام طيب كده احسن طيب بصوا هنا احنا عايزين بس ان احنا ايه نشوف بس كده احنا قلنا دلوقتي ان الحركه هدفنا ان احنا نطلع اكس كفانكشن في التايم طيب عشان اطلع اكس كفانكشن في التايم دلوقتي هنا انا بس هوريك كده ايه يعني هنا حركه سيميليشن كده معمول لقدام بالاوسيليشن هل شايفينه دلوقتي تمام يا دكتور في حاجه طيب اللي ظهر عندنا ايه دلوقتي ده ظهر عندنا ادي سبرينج اهوت فالسبرينج ده مربوط فيه كتله تمام كده طيب السطح بتاعي فيه احتكاك فيه فريكشن المفروض دلوقتي ان انا احرك الجسم ده فلما احرك الجسم ده ابتدي اشوف هيتحرك ازاي في حاله اللي هي الدامبد اوسيليشن بس هنا زي ما هنشوف دلوقتي النهارده مع بعض وهندرس ان الحركه دي ليها ثلاث اشكال يعني تقول لي الدامبنج هنا هيبقى له ثلاث اشكال اقول لك ايوه المعادله اللي هي اكس اللي هي فانكشن في التايم ديت اللي هي معادله الديسبيسمنت هيبقى ليها ثلاث اشكال دلوقتي زي ما انتم شايفين هتقول لي ازاي بقى هقول لك هنا هتعتمد على اللي يا جماعه الصوت اللي بيفتح المايك هي هتعتمد معايا هنا على الفريكشن تقول لي يعني ايه تعتمد على الفريكشن اقول لك هنا هيبقى عندنا اول حاله الفريكشن بسيط بصوا بقى اتحكم فيه عن طريق اللي هي الايه اللي هي الحركه دي انا هحرك دلوقتي هنا بعمل سلايدنج كده وبحرك بيقول لك هنا الديجري اوف الدامبنج بحرك الاحتكاك اللي موجود معايا طيب بغير الفاليو بتاعته يعني انا هغير فاليو الار يبقى احنا عندنا فاليو الار اللي كنا بنقول ان هي دي اللي بتورينا ثابت احتكاك او ثابت المقاومه وتعالوا نشوف دلوقتي هنا لو انا عندي دامبنج بس الدامبنج قليل والار قليله بصوا كده لما انا حركت الجسم حصل له ايه ها الجسم هيحصل له ايه هيفضل يروح ويرجع يروح ويرجع بس المسافه مالها ها عماله تقل يبقى احنا هنا المسافه عماله تقل لغايه ما الجسم يحصل له ايه يقف في الاخر
يبقى ايه دلوقتي الكيرف؟ ايه الكيرف اللي احنا شفناه دلوقتي ده؟ ده الكيرف بتاع تغيير الديسبليسمنت كفانكشن في التايم. ادي الديسبليسمنت كفانكشن في مين يا جماعه؟ في التايم. هيطلع دلوقتي احنا عايزين نعرف العلاقه دي ازاي بتتغير ونكتب ازاي القانون بتاع الايه الاكسبريشن ده. تمام. طيب هنا قبل ما نبتدي نخش على المعادلات الرياضيه تعال نشوف واحد يقول لي طب لو انت زودت الاحتكاك، بصوا انا هزود اهوت، هزود الفريكشن لغايه ما اخليه متوسط. يبقى الاول اول حاله كانت الار صغيره قوي، دلوقتي الار متوسطه. طبعا صغيره متوسطه ده دي لسه انا هحددها لكم كمان شويه ونقول امتى نقول انها صغيره وامتى نقول انها متوسطه. صغيره دي بقى بصوا في هنا بقى انا زودت الاحتكاك، هنشد الجسم دلوقتي لمسافه معينه. نقفل المايك، نقفل المايك يا شباب. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشد الجسم لمسافه ونسيبه يتحرك عشان نشوف بقى احنا المره اللي فاتت لما شدنا الجسم لمسافه وسبته يتحرك راح الناحيه الثانيه، بعد كده رجع تاني لفوق، بعد كده نزل تاني وهكذا. تعال بقى نشوف دلوقتي في الحاله ديت، هتدوس ستارت دلوقتي ونشوف شكل الحركه هيبقى عامل ازاي. احنا عاملين ديسبليسمنت للجسم وشدينه لمسافه معينه اللي هي وليكن هي الامبليتيود الانيشيال. بصوا بقى ايه اللي حصل له. ها ايه رايكم؟ ايه اللي حصل؟ وقف على طول؟ وقف على طول. هل راح الناحيه الثانيه؟ لا. هل عمل اوسيليشن؟ لا ما عملش اوسيليشن. فدي ممكن ما نسميهاش بقى ما نسميهاش دلوقتي اوسيليشن، نسميها موشن، حركه دامبد، دامبد موشن. دي هنسميها كمان شويه ايه؟ هنسميها كريتيكال زي ما انتم شايفين في الايه؟ في الشكل ده. واحد يقول لي طب ما تيجي نزود الاحتكاك قوي، نزود الار. تعال نشوف بقى كده الار انا زودتها قوي وعايز اشوف دلوقتي هنا شكل الحركه عامل ازاي. تعال كده ندوس على ستارت ونشوف انا لما اشد الجسم لمسافه معينه واسيبه يتحرك. بص كده ايه اللي حصل؟ ها؟ شايفين ايه الوضع دلوقتي؟ خلوا الاختلاف التايم اكتر. لا ما خدش باشمهندس، ما خدش وقت قليل، خد ثاني اقل. هل خد وقت قليل؟ الخط الازرق ده خد وقت قليل؟ خد تايم اكتر. لا خد وقت اكتر في نفس الحته، خد وقت اكتر، خد مسافه صغيره اللي اشد. لا بص بص ايه اللي حصل؟ ممكن ما يعرفش مكانه؟ لا هو دلوقتي انت بيبقى جسم اصلا في مكان الاكوليبريم وانا بشيل بعيد عن مكانه او دي المكان وبسيبه يتحرك. فلما بيتحرك هنا شفت الحركه الاولانيه اللي هي من اكبر ان هو راح الناحيه الثانيه وعمل اوسيليشن. بيقطع صوت بيقطع يا دكتور. حاضر اكشن في حاجه عند حضرتك تقريبا. حاضر دلوقتي هنظبطها. حاضر سمعني يا جماعة؟ تمام يا دكتور. تمام. يعني. هو كده مفيش صوت يا دكتور. طيب لحظة لحظة. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة يا شباب؟ كده كويس يا دكتور. طيب بصوا يبقى احنا دلوقتي هنا عايزين بقى نحول الكلام ده لمعادلات. انا عندي دلوقتي شكل الحركه هيتغير لما تتغير الار. ايه هي الار؟ هي الثابت بتاع الدامبنج. فلو كان الدامبنج دلوقتي هنا صغير يعني الار دي رقم صغير
هتلاقي ان هنا في اوسيليشن. الجسم لما احنا دكتور مش واضح. تمام يا جماعه؟ اه كده تمام. بالعكس طيب بيقطع جدا. صوت بيقطع جدا. يعني الاونلاين ده يعني مزعج. طيب تضيع وقت والله. طيب تعالوا نشير السكرين كده. وتعالوا نشوف دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. معايا يا شباب؟ ظهر دلوقتي سكرين؟ لا لسه. لا ما فيش حاجه. لا يا دكتور الا بقى لو السكرين سودا دي حاجه ثانيه. لا هي ايوه دي حاجه ثانيه. اللوم تاع باك جراوند. حاضر. الله تعالوا نشوف هنا. صار حاجة لسه؟ لا. وانا لسه سؤال عندي اللي هو محاك على الديسبليسمنت مع التايم. عايزك على ده؟ طيب لحظة. شباب معلش يا بقى، ممكن بس اللي يفتح المايك يقفله تاني وراه عشان صوت الدكتور بيوطى لما حد بيفضل فاتح المايك حتى لو ما بيتكلمش او ما فيش صوت جنبه. المشكلة تقريبا مش في المايك بتاعنا يعني. مثلا او اي حد يعمل ميوت ويكون. المشكلة لا سيبك من كده، في كل المحاضرات مش شرط الدكتور وليد زنبي، اللي بيفتح المايك بيسيبه وراه شغال بيبقى موطي صوت المايك عند الـ عند الـ عند الدكتور نفسه. فاهمك. ايه الحل؟ طيب لحظة يا جماعة. طب اتحكم في 201. تعرفوا. لحظة. ومفروض ان انا عامل شير بس هو مش عارف هو ليه رافض الشير. طب يعني هو ريدي بالوايت بوينت بالوايت بورد كده بتحمل. طيب عايزين نجرب حاجه تانية غير الوايت بورد. هو مش راضي غير بالوايت بورد. هي الوايت بورد كده اشتغل. ما هي اشتغلت بس هو دلوقتي مش هيسجلها. احنا كنا عايزين حاجه تكون بتسجل. ينفع انها تكون بتسجل عادي نعملها في الاخر طب احنا ممكن مثلا نجيب سلايد فاضيه ونكتب فيها. طب هو صوت حضرتك دلوقتي يا دكتور؟ احنا ممكن نسمع نشوف الدكتور هيعمل ايه وما نقعدش نتكلم يعني عشان نعرف نسمع. طيب لحظة.
طيب شكل فيه هنا كده حاجة مش مظبوطة. سامعيني الأول؟ تمام. تمام يا دكتور. أنا بعمل شير على إنها تظهر، مش عايزة تظهر الحاجة. طب نشتغل على الوايت بورد. نشتغل على الوايت بورد. على الوايت بورد. دكتور المحاضرة لو بتتسجل عادي كفيديو وتترفع على تيمز أو اليوتيوب بيبقى أحسن بكتير جدا. طيب لحظة. خلاص نشتغل بقى بالبايربوينت وخلاص. عايز أكتب لكم حاجات مش نافعة في الكتابة. هل كده ظهر عندكم السلايد طيب؟ آه تمام يا دكتور. آه كده تمام. يعني فشلت عملية ان احنا نشتغل بالقلم والوايت بورد. طيب سامعيني كده؟ سامعيني؟ تمام. طيب بصوا يا جماعة خلاص خلينا بقى نشتغلها بالاي بالباور بوينت، ويعني ده مش احسن حاجة بس اي ده اللي متاح دلوقتي المفروض ان احنا نعمل ايه. عايزين نجيب دلوقتي هنا المعادلة بتاعت الايه بتاعت الاكس. فزي ما قلت لكم في المحاضره المره اللي فاتت ان المعادله دي اسمها معادله ايه؟ ديفرنشال ايكويشن. المعادله ديت معادله تفاضليه فيها السكند ديريفاتيف اكس دبل دوت بتساوي ايه بقى؟ بصوا هو عمل ايه هنا في المعادله؟ قسم على ام. طبعا هنا ده عباره عن اثبات رياضي، انت مش مطالب بالاثبات، فانت مش مطالب انك انت تعرف الاثبات اللي موجوده او تحفظه، انت يهمك بس انك انت تعرف النتيجه بتاعتك تطلع ايه. جاي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي هنا ان احنا عندنا ام اكس دبل دوت بتساوي ناقص كي في اكس ناقص ار في اكس دوت. الاكس دوت اللي هي السرعه، الاكس هي الديسبليسمنت، الاكس دبل دوت اللي هي الاكسلريشن، ام هي الماس، كي هي السبرينج كونستانت، ار هو عباره عن الريزيستنس كونستانت. هيظبط شكل المعادله شويه، هيعمل ديفايد على ام، فلما قسم على ام بقت المعادله كده اكس دبل دوت بتساوي ناقص K على M في X ناقص R على M في A في X دوت. معايا كده؟ طيب لسه هو هنا بقى هيظبط برضو شكل المعادلة بشكل تاني. K على M، K على M دي ليها علاقة بمين؟ حد فاكر؟ أوميجا سكوير. بيروت أوميجا. أوميجا سكوير. أوميجا سكوير. الأوميجا سكوير. فهنشيل K على M ونسميها أوميجا نود سكوير. وزي ما قلت لكم قبل كده هنقول أوميجا نود ليه؟ عشان يبقى فيه أكتر من أوميجا معانا دلوقتي. فاحنا عندنا دلوقتي هنا الاوميجا نود دي اسمها ايه يا جماعه؟ الناتشرال انجلر فريكوانسي. يبقى الاوميجا نود ديت اللي هي عباره عن جذر او روت كي على ام، يبقى اذا كي على ام دي هشيلها واحطها اوميجا سكوير. طيب ار على ام، هيشيل ار على ام دي ويحطها ثابت جديد، فهو المفروض دلوقتي هنا ان هو كان بيشيل ار على 2 ام ويسميها الفا، يبقى يشيل R على 2M ويسميها إيه؟ ويسميها ألفا. ألفا ده برضو ثابت، الثابت ده له علاقة بالR، فالR ده اللي هو خاص بالاحتكاك، يبقى إذن اللي يمشي كلام اللي يمشي على R يمشي على ألفا. يبقى R على 2M هتبقى عبارة عن إيه؟ هي الألفا دي الأنجولار أكسلريشن؟ لا دي حاجة تانية خالص غير الألفا اللي فاتت. خلوا بالكم إحنا عندنا الرموز بتتكرر، يعني زي ما أنتم شايفين إن K إحنا استخدمناها قبل كده للكينيتيك إنرجي، فهنا مش مشكله ان احنا الرمز نستخدمه اكتر من مره. فالالفا دي ثابت رقم. الالفا عباره عن ايه ثابت؟ ار على 2m. ار على 2m يعني انت دلوقتي هنا الار بتسميها ايه؟ الدامبنج كوفيشنت. الفا دي ممكن نسميها دامبنج كونستانت مثلا. هو ثابت كده ملوش معنى فيزيائي غير ان هو له علاقه بالار. خلاص؟ معايا يا جماعه؟ تمام. طيب يبقى كده انا عندي المعادله بتاعتي كان فيها ايه في القانون بتاع المعادله التفاضليه؟ ار على كام؟ ار على ام. فاحنا هنشيل ار على ام دي ونحطها بكام؟ ها؟ ب 2 الفا. ماشي؟ طيب يبقى كده المعادله بقى شكلها ازاي؟ لحظه واحده بس نشوف المعادله وصلت لايه. بقى ده شكل المعادله دلوقتي عندنا. تمام؟ تمام يا جماعة؟ تمام يا دكتور. طيب
يبقى دلوقتي هنا ده شكل المعادله اكس دبل دوت بتساوي ناقص اوميجا سكوير في اكس ناقص 2 الفا اكس دوت. هنحل المعادله دي ازاي؟ زي ما قلت لكم قبل كده احنا لسه ما خدناش كورس اللي يخلينا نقدر نحل المعادلات التفاضليه ديت ونعرف دلوقتي يعني ايه احلها. زي ما قلت لكم ان انا احلها يعني معناها ان انا اكملها مرتين، اعمل انتجريشن مرتين عشان اجيب الاكس. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفترض الحل بشكل معين. انتوا شفتوا معايا من شويه كانت الاكس بتقل ولا بتزيد مع الزمن؟ بتقل. بتقل. كانت بتقل. طيب بتقل مع الزمن، طب هو انا عندي في فانكشن رياضيه بتكون بتقل مع الزمن؟ قال لك ايوه. في فانكشن كده رياضيه اسمها ايه؟ اسمها الاكسبوننشال فانكشن. عارفين الداله الاسيه اللي هي الاي؟ يا جماعه الاكسبوننشال فانكشن ديت هتبقى عباره عن الداله الاسيه او الاكسبوننشال فانكشن ديت، هي دي بقى اللي احنا هنقول عليها ان دي هتبقى الاكس، يعني الاكس المفروض انها تبقى داله بالاي، بس الباور بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا هتبقى نيجاتيف. يبقى احنا كده قلت لكم ان احنا هنحلها بطريقه فيها فانتازيا شويه، ان انا هعمل ايه؟ هفرض شكل الحل. هقول اسيوم، اسيوم اهوت ان ده الحل. انا قلبت على السلايد اللي بعدها، واضحه؟ ايه يا دكتور. يبقى دلوقتي هنا عندنا افترضت ان ده شكل الحل x equal z في e باور نيجاتيف الفا تي. ده ايه هي الاكس تاني يا جماعه؟ الاكس هي الديسبيسمنت، هي بعد الجسم عن موضع اتزانه عن الاكس بزيرو. فلما انا بشد الجسم واسيبه فالاكس دي تتغير، فالاكس فانكشن في التايم. فهي زي ما انتم شايفين اهي عباره عن داله اكسبوننشال فانكشن والباور بتاعها بالنيجاتيف. فيبقى كل ما التي تكبر كل ما الاي باور نيجاتيف تقل. فدي دي الفانكشن اللي عندنا. وحاطين كمان الالفا اللي هي ليها علاقه بالدامبنج فوق، اللي ليها علاقه بالاحتكاك فوق في الباور، فبالتالي هي بتاثر بالشكل ده. هتقولي طب هو مين زد دي بقى؟ زد اللي في الايكويشن ديت دي عباره عن فانكشن، الفانكشن دي هتبقى فانكشن في التايم برضو بس انا مش عارفها. يبقى دلوقتي احنا بنقول اهو ان احنا افترضنا ان الحل واخد الشكل ده، عباره عن داله اكسبوننشال بالنيجاتيف وان الاكس هتقل مع التايم. بس هنا زي ما انتم شايفين ان في زد، زد دي عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن برضو في التايم. يبقى الزد دي عباره عن فانكشن فين؟ في التايم. يبقى كده الزد دي هتبقى فانكشن مجهوله انا مش عارفها، دي عباره عن فانكشن في التايم. طيب اعمل انا ايه دلوقتي عشان بقى اجيب الزد دي عشان اعرف الحل كامل؟ قال لك بص، مش انت بتفترض ان ده حل الايكويشن اللي فوق ديت اللي هي المعادله التفاضليه او الديفرنشال ايكويشن للحركه بتاعتنا؟ طب ايه رايك؟ طب ما انا بدل بقول انها حل يبقى معناها كده انها ساتسفاي الايكويشن، يعني معناها ان انا لو عوضت في المعادله التفاضليه اللي فوق ديت الديفرنشال ايكويشن ديت هتحققها. تقول لي يعني ايه تحققها؟ يعني الليفت هاند سايد هيساوي الرايت هاند سايد. هتقولي طب عظيم، بس انا عندي هنا الايكويشن دي فيها اكس وفيها اكس دوت وفيها اكس دبل دوت، يبقى انا كده محتاج اعمل ايه في المعادله دي يا جماعه؟ اشتقها مرتين. ايوه محتاج اعمل لها اشتقاق، اعمل لها ديريفاتيفز واعمل لها ديفرنشيشن مرتين. بس هنا بقى خلي بالكم في بعض الناس شاطره معانا وعارفه نعمل ازاي ديفرنشيشن وناس نسيت دي، بس مش كونستنت فلازم نعمل حاجه. انا بالظبط كده اعمل ديفرنشيشن لاثنين فانكشن مضروبين في بعض. كان عندكم في الماس يقول لك ايه؟ ان انا اقول ايه؟ الاولى في الديريفاتيف بتاع الثانيه، يعني الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول، صح كده؟ فده اللي انا هعمله، بنزل فانكشن واشتق الثانيه. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هروح جاي دلوقتي مشتق الاولى، فاكتب كده اهو زي ما انتم شايفين الاكس بتساوي زد دوت، زد دوت يعني فضلتها اهوت واضربها في الداله الثانيه اهي. الجزء الثاني بقى انزل دلوقتي الزد اهو، ان الزد نزلت. طب الديفرنشيشن او الديريفيتيف بتاعت الداله الاسيه عارفينها بتبقى ازاي؟ تنزل زي ما هي، تنزل زي ما هي، وبعدين اعمل اشتقاق للباور للاس، يبقى اعمل ديفرنشيشن للاس. فطبعا الباور اللي فوق ده هو لما افضله بالنسبه للتايم ينزل ماينس الفا. يبقى هنا
ليه الاكس دوت عباره عن ترمين يا جماعه؟ عشان دول اتنين فانكشن في التايم، لاني بقول اهو ان الزد فانكشن في التايم مجهوله انا مش عارفها. والله لو عرفت الزد دي اللي هي فانكشن في التايم يبقى انا كده عرفت الاكس اللي هو هدفي من الاساس. يبقى كده دلوقتي عندنا اكس دلوقتي هنا دوت عباره عن اهو نزلت الزد واشتقيت الداله الاكسبوننشال، بعد كده نزلت الداله الاكسبوننشال واشتقيت الزد كده بقى وترمين. هعمل ايه كمان؟ هعمل ديريفاتيف تاني عشان اجيب الاكس ايه؟ الاكس دبل دوت. طب لما اعمل الديفرنشيشن مره ثانيه الترمين دول هيبقوا كام ترم؟ أربعة. تعالوا كده نعمل الاشتقاق ده. يبقى دلوقتي نجيب الاكس دوت. طيب ادي الاكس دوت اهي، بص بقى معايا، نزلنا الاولى اهي، نزلت الداله الاولى، كل اللي قدام ده نزل، بعدين عملنا ديريفاتيف للزد بقت ايه؟ بقت زد دوت. وبعد كده نزلنا الزد اهي وعملنا ديريفاتيف تاني للداله الاكسبوننشال، قامت نزلت ماينس الفا كمان، ماينس الفا في ماينس الفا بقت ايه؟ ها؟ بلس الفا سكوير. يبقى كده بالظبط كده الترمين اللي هنا دولت دول جايين من اول ترم في الفانكشن عندنا. نمسك الترمين التانيين او الجزء التاني بقى، ها؟ انزل الاولى يبقى ادي الداله الاكسبوننشال نزلت، امسك الثانيه اعمل لها ديريفاتيف، فالزد دوت هتبقى كام؟ زد دبل دوت. بعد كده انزل الثانيه اهي، نزلت الثانيه زد دوت، افاضل الفانكشن الاكسبوننشال تنزل ماينس الفا، بقت ده شكلها. يبقى هنا بقى في ترمين جايين من اشتقاق الترم الثاني وترمين جايين من اشتقاق الترم الاول. طيب هل في دلوقتي حاجه متشابهه هنا؟ يعني هل في ترمين من الترمات اللي احنا جبناها شبه بعض؟ ايه رايكم؟ زد الفا ايه؟ الثاني والثالث هما اكس مرغوبين في نيجاتيف الفا. بصوا كده هتلاقوا الاول، ها الترم الاول والترم ايه كمان؟ الاخير الرابع الاخير هنا ماينس الفا في اي باور نيجاتيف الفا تي في زد دوت، والاخير ماينس الفا في اي باور نيجاتيف الفا تي في زد دوت. طب ما انا كده اكتب واحد واضرب في كام؟ اضربه في اتنين اهم بقى، في اتنين. شفتوا بقى؟ يبقى احنا دلوقتي اهوت رحنا جايين ومختصرين شويه بقى ده شكلها. هتقولي ده بقى شكلها صعب كده، ده كده بقت هنا صعبه، هل انا مطالب احفظ حاجات زي كده؟ لا، مش مطالب انك تحفظ حاجه زي ما اتفقنا. احنا قلنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنشوف بس هنوصل لايه في الاخر للاثبات بتاعنا اللي احنا عايزينه. تعالى كده ننضف الحته دي كده. بصوا بقى، يبقى انا دلوقتي جبت ايه؟ جبت ايه يا شباب؟ ها جبنا اكس دوت وجبنا اكس ايه؟ دبل دوت. اكس دبل دوت. ناخدهم بقى الاثنين دول نحطهم فين؟ عوض بيهم في المعادله اللي فوق، في المعادله اللي فوق ديت. طب حلو كده، يبقى اذا دولت ده كل ده اللي على اللي جبناه دلوقتي واختصرناه ده هينزل ده اكس دوت اكس دبل دوت. اهو تعالى بقى نعوض كده ونشوف هتطلع عامله ازاي. اهو باي سبستيتيوتنج بالاكس دوت والاكس دبل دوت في الايكويشن بتاعتنا اهوت، ادي الطرف الشمال هو اللي الطرف الشمال ده، ده اللي هو كان اكس دبل دوت صح. الطرف اليمين بقى، الطرف اليمين عندنا ايه هنا في الاول؟ سالب اوميجا نود سكوير، ادي سالب اوميجا نود سكوير في مين؟ في الاكس. فين الاكس؟ اهي الاكس زد في اي باور نيجاتيف الفا تي. حلو قوي. بعد كده سالب 2 الفا، ادي سالب 2 الفا اهي في اكس دوت. طيب فين اكس دوت؟ ادي اكس دوت اهي المشتقه الاولى للازاح، ماشي جبناها ايه نزلناها هنا. نفك المعادله، اضرب بقى الايه سالب 2 الفا. احنا ممكن نشيل بقى الاي زوار في نيجاتيف الفا تي مع بعض كلهم صح كده؟ دي هنشوفها في الاختصار بقى، ما احنا عايزين نبسط ده يا جماعه هنا. وطبعا واضح ان انا ما بقاش المعادله فيها اي اكسات، الاكس كلها اتشالت. في عندي بقى ترم مشترك فيهم كلهم. ايه الترم المشترك فيهم كلهم؟ اللي هو اي باور نيجاتيف الفا تي موجود في كل الترمات. طب ايه رايكم احنا نشيله دلوقتي؟ كاني قسمت عليه، او تشيله من هنا مع هنا مع هنا مع هنا كمان اهو كمان اهو. شوف بقى هيفضل لنا ايه؟ بص بقى هيفضل لنا ايه؟ تبقى حاجه سهله قوي. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص معايا، انا عندي هنا خلي بالك بقى في سالب 2 الفا، سالب 2 الفا الطرف اليمين، انا بتكلم دلوقتي على الطرف اليمين، سالب 2 الفا
وفي سالب الفا بره عندنا تمام كده. سوري انا بتكلم على الترم الثاني، انا قصدي ان في ترمات هتضيع مع بعض. شايفين الترم ده اللي هو الترم المتوسط ده في زيه الناحيه الثانيه ولا لا؟ ايوه ايوه بعد ما دخلت الفا على اخر واحد. ايوه هو ده على اخر واحد. يبقى دول يتلغوا مع بعض ولا لا؟ ايوه تمام يتلغوا مع بعض. فاذا هنا ده عمليه اختصار يا جماعه. فعمليه الاختصار ديت هنشيل بقى الحاجات اللي هي ايه شبه بعض من الترمين. فانا دلوقتي عندي اهوت الترم ده هيروح مع الترم الثاني. ممكن نغير الايه اللون. يبقى الترم ده خلاص ده خلص مع الاخير تمام. بعد كده فضل عندك هنا، في عندك هنا ايه بقى فاضل؟ الفا سكوير في مين؟ في زد صح؟ الناحيه الثانيه في 2 الفا سكوير زد. ايوه هنا بقى في سالب في سالب بقت بوزيتيف وبقت 2 الفا سكوير زد. طب ما احنا ممكن نجيب الالفا سكوير دي الناحيه دي فتطير واحده من الاثنين. خليها واحده بس. تخليها واحده بس فتبقى الفا سكوير في زد موجوده هنا. وفي عندنا هنا اهي سالب سالب اوميجا نود سكوير في زد. ناخد مين كومن فاكتور؟ ناخد الزد زد. يبقى دلوقتي دي خلصنا منها كمان. يبقى كده فضل لك ايه؟ بقت المعادله خايبه جدا. فضل من الطرف الشمال فضل زد دبل دوت، من الطرف اليمين فضل ايه بقى؟ فضل الفا سكوير ناقص اوميجا نود سكوير في زد. تاني عشان الناس ما تتوهش مننا، ايه يا جماعه الالفا؟ مين الالفا؟ ثابت ار 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 ثابت ثابت اسمه ايه او بيساوي ايه؟ بيساوي ار على 2 ام. يبقى ار على 2 ام. ار ده عباره عن ثابت خاص بالفريكشن. يبقى كل ما الفريكشن يكبر كل ما الار دي هتزيد. طيب والالفا هي ار على 2 ام. الاوميجا نود اسمها ناتشرال فريكوينسي اوميجا نود. ايوه واحنا ليه قلنا الفا بتساوي ار على 2 ام ما قلناش الفا بتساوي ار على ام على طول؟ هو دلوقتي هو حاططها كده عشان كده بقول لك ده ملهاش فيزيكال مينينج، يعني ملهاش معنى فيزيائي. هو ثابت حب يختصره عشان يوصل الشكل في الاخر للشكل اللي هو عايزه، فطلع انه لازم يحط 2 تحت. هنا بقى هنا بقى دلوقتي وصلنا للمعادله دي. بعد اذنك ايوه بعد اذنك الاشاره الماينس دي جت منين؟ مش المفروض راحت الناحيه الثانيه او حاجه جت لحاجه ولا ايه؟ هي انهي ماينس اللي في النص؟ ايوه اللي في النص دي كانت قدام الاوميجا نود سكوير وانا ما حركتش الاوميجا نود من الطرف اليمين. المفروض ما بينهم يساوي ولا الاوميجا نود سكوير قدامها سالب اهي الاول تمام عشان سالب دي اكس بنساويهم ببعض ولا بنقصهم من بعض؟ لا انت عندك ايه اللي فضل في الطرف الشمال اللي في الطرف في الطرف الفا الفا سكوير؟ لا اللي في الطرف الشمال ما فضلش غير زد دبل دوت بس. اه تمام. الطرف اليمين فضل ترمين، ترم هو اللي هو 2 الفا سكوير جات لها الفا من الناحيه الثانيه، الفا سكوير من الناحيه الثانيه خليتها بقت واحده بس، وسالب اوميجا نود سكوير زد زي ما هي لسه موجوده ما راحتش في اي حته، فعشان كده انا خدت بس الزد كومن فاكتور. طيب احنا وصلنا للمعادله دي لسه ما وصلناش اللي احنا عايزينه يا شباب. هو احنا كنا عايزين ايه تاني؟ عايزين اكس، بس للاسف احنا قلبنا دلوقتي على معادله ثانيه، معادله زد. زد دي الفانكشن اللي احنا فرضناها وموجوده، طلع ده شكلها. طيب الزد بعد ما احنا جبناها دلوقتي عايزين بقى نعمل ايه؟ نحل المعادله دي. هتقولي ده يا خبر، طب المعادله ديت اللي انت جبتها لنا دلوقتي هنا اهي، الالفا دي رقم ولا مش رقم؟ ها رقم. رقم دي رقم ولا مش رقم؟ رقم 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 برضه طلع بالظبط رقم كونستنت. هيطلع دلوقتي عندنا الحل بيعتمد على علاقه الالفا بالاوميجا نود. ماشي يا شباب، هتطلع دلوقتي هنا الحل بتاع المعادله زد دي عباره عن معادله في التايم، الزد دي فانكشن في التايم، وهيطلع الحل بتاعها بيعتمد على العلاقه بين الالفا والاوميجا نود.
هي الالفا دي رقم ثابت لوحده والاوميجا نود رقم ثابت لوحده، بس بقى حسب مين اكبر من التاني. لو الفا اكبر من اوميجا نود هيطلع الحل بشكل معين، ولو الاوميجا نود اكبر من الالفا هيطلع الحل بشكل تاني. فعشان كده دلوقتي هنا تعالوا بقى نشوف بعد ما عملنا الكلام ده هيبقى عندنا كام حل. احنا فاكرين من شويه لما كنا مشغلين السيميليشن ده وشفنا شكل الحل كان في كام حاله؟ ثلاثة. احنا بالفعل عندنا ثلاث حالات. اول حاله هنقول فيها ان في فريكشن، بس الفريكشن ده ضعيف، يعني الالفا مالها صغيره. لو الالفا صغيره يبقى تعالوا بقى نشوف كده، لو احنا قلنا هنا الالفا صغيره، قال لك لو الالفا صغيره يبقى معناها انها اقل من اوميجا نود. طب حلو، ده هنسميه ايه بقى؟ هنديها اسم. هنسميها ايه؟ هنسميها اندر دامبد. يبقى لو الالفا صغيره سمول فريكشن فورس، هنقول عليها اندر دامبد. هي هيبقى في مسميات، هيبقى في ثلاث مسميات، سمول فريكشن فورس، الفا صغيره، يبقى ده اللي هو الكيرف اللي احنا شفناه اللي هو كان عندنا لو فاكرين بقى، اللي هو الكيرف ايه ده اللي هو لونه ازرق اللي كان فيه عمليه اوسيليشن. طيب تاني حاله لما الالفا تكبر شويه وتبقى الالفا قد الاوميجا نود. لو الالفا قد الاوميجا نود هيطلقوا عليها اسم ايه بقى؟ كريتيكال دامبنج. يبقى احنا عندنا تاني حاله وتاني شكل من اشكال الحركه اللي بيبقى فيها دامبنج، بس الدامبنج هنا متوسط او ان الالفا بتساوي الاوميجا نود، هنسميها ايه؟ هنسميها كريتيكال دامبنج. ادي كريتيكال دامبنج اللي هو الكيرف الاحمر يا جماعه شايفينه، وده احنا شفناه في السيميوليشن ان هو رجع على طول لوضع اتزانه، وده شكل الشكل بتاعه. طيب ثالث حاله لما نزود بقى الفريكشن قوي هيسموها ايه بقى؟ لما نزود فريكشن قوي هنسميها اوفر دامبد. اوفر دامبد، وبالتالي هنا الجسم يرجع تاني يقف في مكانه ولا يروح الناحيه الثانيه؟ هل هيعمل اوسيليشن؟ مش هيعمل اوسيليشن، بس هياخد وقت طويل. تخيل بقى ان انت جيت دلوقتي شديت الجسم لمسافه معينه، السطح عليه احتكاك جامد قوي، فالجسم هو راجع بتقابله قوه مقاومه عاليه، فالجسم ده يحصل له ايه بقى؟ يرجع بالراحه، يرجع بالراحه، يرجع بالراحه، وفي الاخر يقف برضه في مكان اتزانه اللي هو موجود عندنا. يبقى احنا عندنا ثلاث حالات للحركه، A و B و C. هيبقى عندنا under damped، وعندنا critical damped، وعندنا over damped. كل حاله منهم هتعتمد على علاقه الالفا بالاوميجا نود. يعني تقول لي يعني انا دلوقتي في اول المساله اعمل ايه؟ اشوف الالفا بكام واشوف الاوميجا نود بكام، واشوف دلوقتي هنا يا ترى انا دلوقتي under damped ولا critical damped ولا اوفر دامبد. يبقى كده انت هتقارن ما بين رقمين، ايه هما الرقمين دولت؟ الرقم اللي هو الالفا والرقم اللي هو مين؟ الاوميجا نود. الاوميجا نود بتساوي ايه؟ سكوير روت على كي على ام، والالفا بتساوي ايه؟ ار على 2 ام. هتقولي يعني انت هتديني في المساله الكي والام وتديني الار؟ ايوه هديك الثلاثه دولت، وانت تحسب الالفا وتحسب الاوميجا نود وتشوف انت دلوقتي انهي نوع من انواع بتوعه. هتقولي طب عظيم الاوفر دامب دي مش اوسيليشن؟ ليه؟ الاوفر دامب دي مش اوسيليشن؟ لا، ولا الاوفر دامب ولا الكريتيكال المفروض تبقى اوسيليشن، المفروض نقول نسميهم ايه؟ موشن. بس على اساس ان اوسيليشن دي الجسم فيها بيروح الناحيه الثانيه، شايف الايه؟ شايف الكيرف بتاع الايه؟ الجسم راح الناحيه الثانيه وبعدين رجع ثاني. خلي بالك الحركه هي حركه في خط مستقيم، يعني انا شديت الجسم لهنا فسبته يتحرك فراح لايه؟ للزيرو، لان هو كان واقف في الزيرو في الاول وبعدين راح الناحيه الثانيه بس راح لمسافه اقل. بعد كده طلع دلوقتي هنا راح لمسافه اقل، رجع لمسافه اقل، فضلت المسافه تقل 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 لغايه ما يقف في الاخر. تعالوا نشوف بقى دلوقتي هنا. ايوه هو ايه الزد اصلا بالنسبه لنا؟ الايه؟ الزد. زد دي فانكشن، دي دالة انت مفترضها في الحل وعايز يعني تجيبها. ملهاش علاقة بالجراف بالإكس. ليه؟ ملهاش علاقة بالجراف الزد. لا، الجراف ده جراف بتاع مين؟ بتاع الإكس، بتاع الديسبليسمنت. احنا بندور يا شباب وهدفنا من الأول ندور على الإكس،
تعالوا بقى نشوف دلوقتي دكتور ثانيه بس، هو الواي اكسس بتعبر عن ايه لو سمحت؟ الواي هي الاكس، الاكس هو الاوميجا سكوير هي الناتشرال فريكوانسي، هي الانجولار فيلوستي صح؟ اه بس احنا ما بنقولش بقى انجولار فيلوستي عشان ما فيش حاجه بتدور دلوقتي. تمام، لكن هي هي نفس القوانين 2 باي 2 باي اوفر البريودك صح. تمام. طب دكتور معلش كده اللي بيتحكم في شكل الجراف الفريكشن ولا العلاقه بين الالفا والاوميجا؟ لا ما هي الفريكشن هو الالفا، الالفا ار على 2 ام، والار هو ثابت الريزيستنس ثابت الفريكشن، يبقى كده الالفا هي اللي هتقول لي احنا دلوقتي هنا في انهي ايه حاله. احنا عندنا دلوقتي هنا احنا قلنا ان الكي والام دول ثوابت، الالفا بقى على حسب السطح، السطح ده في فريكشن عالي في فريكشن متوسط في فريكشن قليل كل مره، وهيبقى شكل الحل مختلف. تعالوا نشوف اول حل اللي الالفا فيه صفر. هو احنا دلوقتي استفدنا ايه بالمعادله اللي هي زد بوينت 2 جاي اهو لسه السلايد اللي بعدها. تعال نخش انا اقلب على السلايد اللي بعدها اهو. تعالوا ناخد اول حاله، اول حاله اللي هي ايه اللي فيها اوسيليشن، اللي فيها دامبنج بس الدامبنج ماله قليل، اللي فيها سمول فريكشن فورس، اللي فيها الالفا ايه علاقتها بالاوميجا؟ الفا صغيره، الفا صغيره يعني اقل من مين؟ الاوميجا نود. ماشي؟ طيب فاكر انت المعادله بتاعتك؟ المعادله كانت ايه من شويه كنا كاتبينها؟ ارجع تاني في الاستاد اللي قبلها اهي صح؟ بقت ده شكلها لما يكون الالفا اقل من الاوميجا نود. معايا؟ ادي الالفا اقل من الاوميجا نود، يبقى الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف بوزيتيف. اللي ما بين البراكتس بوزيتيف، الالفا اقل من الاوميجا نود، الالفا صغيره فريكشن فورس صغيره، يبقى المعادله بقت ايه؟ زد دبل دوت بتساوي نيجاتيف رقم بوزيتيف في الزد. مش المعادله دي شبه المعادله بتاعت السمبل هارمونيك اوسيليشن؟ شبهها؟ ايوه صح؟ اللي هي كانت اكس دبل دوت بتساوي سالب اوميجا سكوير في اكس. راح هو عمل ايه بقى؟ راح شايل الاوميجا نود سكوير ناقص الفا سكوير وسماها اوميجا دي سكوير. يعني ما دام الرقم ده موجب بوزيتيف فهنشيله وهنسميها اوميجا دي سكوير. بقت المعادله كده اكس دبل دوت بتساوي نيجاتيف اوميجا سكوير في زد. طيب هل انت فاكر الحل ده؟ خلي بالك بقى ان هو اوميجا دي اهو بوزيتيف فاليو وبتساوي السكوير روت بتاع اوميجا نود سكوير ناقص الفا سكوير. فاكر انت الحل بتاع الشكل ده كان ايه؟ فاكر السمبل هارمونيك اوسيليشن؟ مش كنا في السمبل هارمونيك اوسيليشن كان اكس دبل دوت بتساوي اوميجا سكوير في اكس؟ دي كان حلها ايه؟ حلها هتقول يعني ايه حلها اللي انت كل مره تقول لنا السوليوشن ايه السوليوشن ايه؟ حلها يعني الاكس كانت ايه الفانكشن بتاعتها؟ ايوه الله ينور عليك الله ينور عليك. كانت الاكس كانت الاكس بتساوي ايه كوزين اوميجا تي زائد فاي، دي كانت الايه المعادله بتاعت الاكس صح. طب ما انا هنا بقى هقدر اكتب نفس الكلام ولا لا؟ بس اكتبه ايه؟ زد. مش المعادله دي طلعت شبه المعادله التفاضليه بتاعت السمبل هارمونيك اوسيليشن؟ كان هناك كان اسمها ايه؟ اكس، انما هنا اسمها ايه؟ زد. يبقى ادي دلوقتي الزد اللي كنت بتدور عليها طلعت بتساوي ايه؟ بكوزين اوميجا دي زائد فاي. دكتور يعني الزد دي كانها ديسبيسمنت زي الاكس؟ ايوه كانها زي الديسبيسمنت اللي فات، بس خلي بالكم احنا لسه ما خلصناش. الاوميجا دي لحظه واحده الاوميجا دي بقى مش دي تعتبر زي الانجلر فريكوانسي اللي هو الناتشر في السيمبل؟ اه بس هنا بقى هتلاحظ ان احنا حطينا جنبها حرف الدي. الدي ليه بقى؟ عشان هنسميها الدامبد انجلر فريكوانسي او الدامبد فريكوانسي. يبقى بالتالي بقى عندنا اوميجا نود وعندنا اوميجا دي. اوميجا نود دي الناتشر فريكوانسي اللي هو لو اهتز الجسم على شكل سيمبل هارمونيك اوسيليشن. بقى عندنا اوميجا دي ده الفريكوانسي بتاع الجسم
لو اهتز على شكل دامبد اوسيليشن تمام كده. زي ما زميلنا اللي من شويه بيقول لي انت كده جبت الزد، احنا مش عايزين زد، احنا عايزين مين؟ عايزين اكس. الاكس يبقى ناقصنا نعمل ايه؟ نضرب الزد في مين؟ ها في اي باور نيجاتيف الفا تي. ايوه، ويبقى كده قدرت الحمد لله اوصل للعلاقه، العلاقه بتاعه الديسبيسمنت وتغيرها مع التايم في حاله ان انا اكون شغال انهي نوع من انواع الدامبنج. ها الاندر دامبد. هتقول لي طيب حتى المعادله دي انا مطلوب مني ان انا احفظها؟ لا، مش مطلوب انك تحفظها، انا هديها لك في الفورمولا شيت. دكتور امال هو انت اللي بتقولها بتكون عباره عن ايه؟ ايوه، انا بقى مطلوب مني ايه بقى؟ اقول لك مطلوب منك ايه. اولا مبدئيا لازم تبقى عارف كل السيمبلز اللي في العلاقه دي ايه هي، يعني انت هكتبها لك في الورقه، بس انت عارف بقى دلوقتي مين دول. يبقى دلوقتي هنا مين هي الالفا؟ اللي هي الفريكشن. الار على 2 ام صح كده، ودي لها علاقه بالفريكشن. مين اوميجا دي؟ تمام. ها الدامبد انجلر فريكوانسي تمام كده. طيب الحركه دي اللي قدام الكوزين يا شباب كنا بنسميه ايه؟ ماكسيمم. كنا بنسميه الماكسيمم. فاكر انت في السيمبل هارمونيك اوسيليشن بيبقى شكلها عامل ازاي لما انا اجي ارسمها مع التايم؟ هتقولي فاكر، كنت بتيجي كده وتقول لما يكون عندك فانكشن زي ما انتم شايفينها كده اللي هي كوزين تيرم دي اسمها هارمونيك فانكشن، كان بنقول ان اللي قدامها ده الامبليتيود بتاعها، تسمعوا كلمه امبليتيود اللي هو الماكسيمم. كنا بنيجي نرسمها، كنت برسمها ازاي؟ كنت باجي اجي فوق كده واقول ان حدودي من فوق هي البوزيتيف ايه صح، وحدودي من الناحيه الثانيه كانت كام؟ نيجاتيف. ها نيجاتيف ايه. هل كان الجسم يقدر يخرج بره النقطتين دول؟ لا لا لا. فكان عندك هنا كنت باجي ارسم ايه في دماغي كده، كنت اروح جاي عامل خط منقط فوق كده وخط منقط تحت كده صح، واقول ان الرسمه بتاعتنا او الديسبيسمنت بتاعت الجسم موجوده هنا، شدنا الجسم المسافه ايه بلس او اللي هي بوزيتيف ايه، سيبناه يروح الناحيه الثانيه راح لماينس ايه، سيبناه يروح الناحيه الثانيه راح لبوزيتيف ايه ماينس ايه بوزيتيف ايه. اهو الامبليتيود ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. دي السيمبل هارمونيك اوسيليشن الامبليتيود فيها ثابت. هتقول لي طب ودي بقى هترسمها ازاي؟ هقول لك بص، هنا اللي قدام الكوزين يا جماعه هنسميه برضو امبليتيود، هنسميه برضو امبليتيود، وتعالى كده طالما انت هتسميه امبليتيود تعالى ارسم لي العلاقه دي. بنعمل ايه دلوقتي؟ انا بوريك رسمه مين مع مين المره دي بقى. ها الاكس مع التايم، بس في الدامبد موشن. الدامبد موشن اللي هي الاندر دامبد. هتقول لي طيب ما هو بنفس الطريقه اللي انت وريتنا دلوقتي بيها، اللي قدام ده الامبليتيود، فالامبليتيود ده بيتغير مع التايم ولا ما بيتغيرش؟ بيتغير. بيقل لان شايف هنا في نيجاتيف قدامه. طيب لما احط تي في زيرو الامبليتيود يبقى بكام؟ ايه؟ حط التي في زيرو دي حاجه لازم توعدنا في الماس. ان اي باور 0 ب 1 اي باور 0 ب 1 يبقى الامبليتيود كله. هاجي دلوقتي احط هنا كده فلاقي هنا ان لما احط اي باور 0 تبقى ب 1 يبقى انا بادئ عند رقم. طيب سامعني دكتور؟ سامعني ولا لا؟ صوت حضرتك واضح. هو تقريبا انت اللي عندك مشكله اللي هو عمر اللي بيتكلم. طيب بص يا شباب، يبقى هنا عند لحظه تيب زيرو كل اللي احنا حاطينه قدام الكوزين ده اسمه امبليتيود. فانا بوريكم الرسمه هتيجي ازاي. هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي ارسم الامبليتيود بالمنقط الاول. فاكرين لما انا عملت كده من فوق اهو، مش انا رحت جاي راسم الامبليتيود اللي هو بالبوزيتيف اللي هو الخط المنقط اللي بره ده؟ الخط المنقط ده بقى مش هو ده الحركه، الحركه هي اللي كانت بالايه كيرف اللي احنا شايفينه بالاخضر. هنا هعمل نفس الكلام، هرسم دلوقتي خط النقط يمثل الامبليتيود، فالامبليتيود بيقل اهو رسمت. يبقى اذا الخط المنقط ده هو ده الامبليتيود اللي موجود ايه اللي موجود عندنا تمام كده.
طيب رسمنا الامبليتيود ورسمنا ايه كمان فوق؟ رسمنا هنا لما كنت برسم لكم دي كنت برسم نيجاتيف الامبليتيود. نيجاتيف الامبليتيود يعني الميرور بتاعته، المرايه بتاعته. فانا هاجي من تحت كده وارسم خط النقط. ايه الخط اللي منقط اللي انا برسمه ده؟ الخط المنقط ده بيسموه الانفلوب. يعني ايه الانفلوب؟ يعني معناها ده الظرف اللي الرسمه بتاعتك تبقى موجوده جواه. يعني هتقول لي يعني ايه بقى؟ تعالى نرسم بقى الفانكشن نفسها. هتقول لي هي مش دي الفانكشن نفسها؟ لا، الخط المنقط ده تحدود الامبليتيود. شدنا الجسم للمسافه ايه وسبناه ماشي، رجع دلوقتي مع مرور الوقت اهو بيروح الناحيه الثانيه، هل راح للايه؟ لا، راح لمسافه اقل. رجع اهوت راح الناحيه الثانيه لمسافه اقل، راح لمسافه اقل، راح لمسافه اقل. فزي ما انتم شايفين اهوت عمال الحركه تقل 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 تقل. امتى توصل لزيرو؟ امتى الامبليتيود ينزل لزيرو يا شباب؟ الامبليتيود ايه قانونه؟ ايه معادله الامبليتيود؟ لما الار تبقى صفر نيجاتيف. صح، برافو عليك. ايه باور نيجاتيف الفا تي. الداله الاكسبوننشال اللي بالسالب دي هتبقى امتى؟ تبقى بزيرو لما يبقى الاكسبوننشال بزيرو. احط تي بكام؟ حد يعرف؟ انفينيتي. انفينيتي كده في الرياضه، في الماس، في الماس عارفين ان اي باور نيجاتيف انفينيتي، اي باور نيجاتيف انفينيتي بكام؟ بزيرو. زيرو. واي باور زيرو بكام؟ انفينيتي. 1 1 1. واي باور انفينيتي بكام؟ حد يعرف؟ انفينيتي. انفينيتي. اه يبقى الرسمه اللي عندنا دلوقتي اهي اللي انتم شايفينها دلوقتي فيها اوسيليشن ولا ما فيهاش؟ ها؟ فيها اوسيليشن. طيب هل فيها اوسيليشن هل نقدر نعرف لها حاجه اسمها بيريودك تايم؟ لا لا. بيريودك تايم انفينيتي. بيريودك تايم ما بياخدش وان كومبليت اوسيليشن. لا ما هو خلي بالك، بص هو دلوقتي انا سحبه منين؟ من عند الايه. سبته راح لمسافه اقل، رجع تاني للامبليتيود ده. فاحنا كده بنقول ان بالحاله دي كده هو خلص سايكل. يبقى كده هو خلص ايه؟ سايكل. فمدام هو خلص سايكل يبقى كده عمل ايه؟ عمل وان كومبليت سايكل. يبقى الزمن ده هو زمن دوري. بعد كده الامبليتيود ماله؟ راح الناحيه الثانيه لمسافه اقل، رجع لمسافه اقل. فاذا كده عمل ايه كمان؟ عمل سايكل ثانيه. فاذا برده بقى فيه هنا ايه؟ نفس الزمن، في نفس الزمن. الزمن ده هنطلق عليه اسم تي دي. ليه دي يا جماعه؟ عشان ده البريودك تايم بتاع الدم بت ايه؟ الدم بت موشن. طيب من هنا لهنا نفس الزمن ولا لا؟ يبقى الامبليتيود عمال يقل، بس بيقل بشكل معين بحيث ان هو كل بريودك تايم بيخلص سايكل كامله. يبقى ده ايه الرسمه اللي احنا رسمينها دي يا شباب؟ دي الرسمه بتاعت الدم بت اهو الاندر دم بت اوسيليشن، وده الشكل بتاعها. فهنا الامبليتيود عمال يقل ولا لا؟ عمال يقل. طب يا ترى هنا عند النقطه دي بعد مرور سايكل كامله الامبليتيود هنا هتسميه ايه؟ اللي هو الرقم اللي وصل له بقى هنا ده هسميه A1. يعني بعد سايكل هسميه A1. طب الامبليتيود اللي وصل له بعد اثنين سايكل هسميه ايه؟ A2. وهكذا. وبعد كده بقى A3. يبقى الامبليتيود عمال يقل ولا لا؟ ها؟ يقل ولا لا؟ اه والامبليتيود في الاتجاه مختلف عن البوست. ايه ولا في النيجاتيف مختلف عن البوست؟ بس احنا شغالين على البوست. اوكي طب يا دكتور، يبقى اذا دلوقتي كل الفترات متساويه. فترات متساويه ليه بقى؟ هقول لك ليه فترات متساويه. بص كده على التي دي بكام؟ التي دي بتساوي 2 باي على اوميجا نو على اوميجا دي، واوميجا دي بتساوي السكوير روت بتاع اوميجا نود سكوير ناقص الفا سكوير. مش انت دلوقتي عندك اوميجا نود ده رقم ثابت والالفا رقم ثابت؟ يبقى الاوميجا دي رقم ثابت، يبقى التي دي رقم ثابت. يبقى احنا عندنا هنا زي ما انت شايف كده دلوقتي اهوت، اقدر اقول ان ادي شكل الحركه وادي البريودك تايم وادي الامبليتيود عمال يقل. وزي ما انت شايف ان الاوميجا دي عندك حتى سؤال في البروبلم سيت بيقول لك يا ترى الاوميجا دي اكبر ولا الاوميجا نود اكبر؟ فالاوميجا دي واضح انها ايه؟ اقل من مين؟
من الاوميجا نود. يبقى الاوميجا دي اقل من الايه الاوميجا نود. الاوميجا نود اسمها ايه دكتور؟ معلش هو احنا ازاي حددنا الانفلوب تاني؟ ما هو الانفلوب ده هو ده تغير الامبليتيود. او شايف بقى اهو في السلايد اللي بعدها ده اللي هو الخط بالاحمر النقط ده هو ده الامبليتيود. فلما اجي اقول لك الامبليتيود بيقل، طيب انا عارف انه بيقل، ايه قانون الامبليتيود اهو؟ طيب هتجي لك مساله خايبه خالص هوريها لك دلوقتي، هنحل مساله اكزامبل كده بسيطه على الكلام ده. بس انا دلوقتي هنا فاضل لي حاجه مهمه قوي عشان ابقى كده خلصت الحته دي، اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي انا دلوقتي في بعض البارامترز بتوريني اذا كان الديكي والنقصان في الامبليتيود ديكي كبير ولا لا. تقول لي زي ايه بقى؟ عندنا بقى في حاجه اهوت هنشوفها دلوقتي مع بعض، حاجه مهمه قوي، حاجه بنحسبها اسمها ايه؟ اسمها اللوغاريتميك ديكريمنت. ايه بقى حكايه اللوغاريتميك ديكريمنت ديت؟ هي عباره عن فاكتور عايزين نحسبه مع بعض. زي ما انت شايف، انت شفت ان الامبليتيود عمال يقل، كل ما بتعدي سايكل كل ما الامبليتيود عمال ايه يقل زي ما احنا شايفين. هو عمل ايه بقى؟ راح جاي واخد اتنين سكسيسيف امبليتيود ورا بعض. يعني ايه اتنين سكسيسيف؟ يعني امبليتيود ورا بعض، قال لك بيفصل بينهم وان بيريودك تايم. اهو خد هنا امبليتيود عند لحظه معينه، اهي اللحظه تي زي ما انتم شايفين كده، وراح جاي واخد الامبليتيود على لحظه بعدها، فرق بينهم في الزمن زمن دوري كام. طيب وبعدين هيعمل ايه بقى بعد ما ياخد الرقمين دول؟ قال لك هاخد الرقمين دول واقسمهم على بعض. هتقول لي ما فيش مشكله، انا واخد ان الامبليتيود وليكن اسمه اي ان، اي ان ده اي رقم، عند تايم اسمه تي. طب ما تيجي نعوض. يبقى انت هتقول لي هو مش ده علاقه الامبليتيود؟ ادي علاقه الامبليتيود. يبقى انا كده ممكن اقول اي ان، اهي شايفين اي ان يا جماعه؟ هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اي في اي باور نيجاتيف الفا تي اهو، صح؟ بحس ان التي ديت ده التايم عند الاي ان ده خلاص، وهيقسم الاي ان الكبير على الصغير. ايه الصغير ده؟ ده الامبليتيود اللي وراه اهو، ادي الامبليتيود اللي وراه اهوت، واللي هو اي ان بلس 1 بلس 1 يعني اللي وراه على طول. ايه اللي حصل في التايم؟ كل اللي حصل انه هنا غير التايم في الداله الاكسبوننشال وحط تايم تي زائد تي دي اهي. طيب ايه رايكم في اللي تحت ده؟ مش احنا نقدر نفك الباور ولا ما نقدرش؟ ها نفك الباور ولا لا؟ فك. نقدر نفكه. تبقى كده تبقى كام بقى؟ تبقى ايه؟ ربع باور نيجاتيف الفا تي الفا تي. نضرب تاني هنا في الاكسبوننشال فاكتور باور اوف نيجاتيف الفا تي دي تي دي. طيب هتقول لي برضه انا مش فاهم انت عايز تعمل ايه، هقول لك في النهايه هنوصل ليه. ايه رايك بقى هنا؟ مش في حاجات من فوق تطير مع تحت؟ الايه تروح مع الايه، والداله الاكسبوننشال هنا تروح مع هنا. طب لما يكون عندك دلوقتي حاجه تحت كده والباور نيجاتيف، تعرف تطلعها فوق ولا لا؟ ممكن. ونشيل النيجاتيف تبقى اي فوق باور الفا تي دي. طيب تاني عارف مين هي تي دي ولا لا؟ مين هي تي دي؟ البريودك تايم بس بتاع الدامبد اوسيليشن، واللي هو التايم ثابت في كل سايكل. حلو. قال لك طيب دلوقتي بص معايا بقى على الخطوه المهمه قوي. قال لك ايه رايك لو انا جيت خدت لين للعلاقه دي، خدت لين للعلاقه ديت، اعمل ايه بقى لو خدنا لين؟ ها هيبقى ماينس الايه هتطير. بص بقى عشان هنا بص هنحسب حاجه اسمها لوغاريتميك ديكريمنت، ويديها سيمبل. السيمبل ده بيتنطق دلتا. طيب وبعدين ايه دلتا دي بقى؟ قال لك دلتا دي لين اتنين امبليتيود، لين الريشيو ما بين تو امبليتيودز ورا بعض. انتوا طبعا عارفين لما تاخد لين لداله اكسبوننشال ايه اللي بيحصل؟ الباور بتطلع ايه؟ بتنزل لتحت، صح كده؟ الباور لما تاخد لين العلاقه دي الباور ينزل، ولين الاي بكام؟ حد ما يعرفش ان اي 1 1. فلما اخد لين للريشيو دي
هتطلع بالشكل ده هتقول لي طب وخلاص اديك حسبت لنا حاجه جديده وقلت لنا حاجه اسمها لوجاريتمك ديكريمنت وهتطلبها مننا في المسائل. طب هي دي بقى بتديني ايه؟ بتعرفني ايه؟ هقولك بقى ان احنا لو عندنا اتنين سيستم فيهم دامبينج وانا عايز اقارن ما بينهم، عايز اقارن ما بينهم واعرف دلوقتي مين فيهم الامبليتيود بيموت اسرع، يا ترى الامبليتيود اللي بيموت اسرع تبقى الدلتا بتاعته اكبر ولا اصغر؟ اكبر. اكبر لا اسرع. لا لا اكبر. بص بص انت بتقول لي الامبليتيود بيموت او بينقص بشكل اكبر، لما الامبليتيود ينقص بشكل اكبر يعني معناها ان الدومينيتور ده اللي هو المقام يبقى صغير، كل ما الامبليتيود جديد نقص كل ما المقام بقى صغير، كل ما الريشيو دي بقت رقم كبير، فلما الريشيو يبقى رقم كبير تبقى الدلتا رقم ايه؟ رقم كبير. يبقى احنا هنا عندنا الدلتا يا جماعه هي عباره عن لين للريشيو بتاعت اتنين امبليتيودز ورا بعض، بحيث ان اللين ديت بتاعت الريشيو دي بتديني رقم، الرقم ده كل ما يكبر كل ما معناها ان الدامبنج قوي وان الامبليتيود بيموت بشكل ايه؟ اكبر. فالدلتا دي بتساوي ايه في ايه؟ الفا في تي دي. هتطلبها مني في المساله؟ اه هطلبها منك في المسائل زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص كده يا جماعه؟ اخر حته تانيه. يبقى دلوقتي لا هنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الامبليتيود بينقص. هو دلوقتي الحركه دي حسب لها بارامتر معين، البارامتر ده هيطلق عليه اسم لوجاريتميك ديكريمنت، عباره عن فاكتور. الفاكتور ده لما بنحسبه ويبقى عندنا تو سيستمز بنقارنهم مع بعض، فالدلتا بتاعه السيستم لما تبقى كبيره يبقى الديكي اسرع. يبقى الديكي دلوقتي عندنا لما تكون الدلتا كبيره يبقى الديكي اقوى، النقصان اكبر، يبقى الامبليتيود قل بشكل كبير. فلما الامبليتيود يقل بشكل كبير تبقى الدلتا هتبقى رقم كبير. تمام كده؟ طيب واحد يقول لي طب افرض بقى انا بتقول لي انا قسمت اتنين امبليتيودز ورا بعض يا شباب، صح؟ معايا يا جماعه في الحته دي؟ يقول لك طب افرض انا طلب مني ان انا اقسم اتنين امبليتيودز بس مش ورا بعض. تقول لي يعني ايه مش ورا بعض؟ اقول لك يفصل بينهم عدد من السايكلز. هل يقبلها قانون تاني؟ هنضرب العدد، هنضرب في التي عدد التي هنضرب العدد في التي. ايوه يعني بصوا بقى كده، مثلا هضرب في ايه؟ مثلا انا عايز مثلا اجيب الريشيو بتاعت ايه على الايه اللي بعده بقد ايه؟ بكام سايكل؟ بان سايكل. يعني انتوا فاكرين اول امبليتيود كنا مسمينه ايه؟ تاني امبليتيود في الرسمه اللي فاتت كنت مسميه كام؟ A1 صح؟ مش انا كتبت A1؟ اللي بعده سميته كام؟ ها؟ A2 بعده كان كام؟ A3 صح كده؟ طيب A3 بعد الـ A بكام سايكل؟ بثلاثة. طب A4 بعديه بكام كام سايكل؟ يبقى هنضرب في N. اه يبقى كده هقول ايه بقى؟ هقول انها ايه؟ فوق بقى يبقى هنا فوق هنقول ايه، تحت هتبقى ايه في اي. طبعا هنا انا ما حطيتش اي فوق على السن الايه ان التايم هنا بكام، فاول واحده بزيرو فاي باور زيرو بواحد، تحت بقى هتبقى اي باور الفا، ويبقى كده عدى كام سايكل؟ عدى كده ان سايكل، يبقى ان في دي. هتقولي طب وبعدين ايه اللي يحصل بقى دلوقتي؟ هنا نفس الكلام، الايه تروح مع مين؟ مع الايه، واللي تحت ده يطلع فين؟ يطلع فوق. تمام كده؟ فالباور هنا بدل ما هي نيجاتيف تبقى ايه؟ تبقى بلس. يبقى كده دلوقتي لو انا بجيب اللين، لو انا بجيب يا شباب اللين بتاعه اتنين امبليتيودز بس مش ورا بعض، انما يفصل بينهم، يفصل بينهم ان سايكل، تطلع بتساوي ايه بقى؟ تطلع بتساوي ان في الفا في تي دي. طب هي مين دلوقتي هنا الفا في تي دي؟ مين هي الفا في تي دي؟ اللي هي ايه؟ اللوغاريتميك ديكريمنت، صح كده؟ يبقى بالتالي هنا اضرب ان في كام؟ في دلتا. يبقى ده قانون هتلاقوه في المسائل، ده قانون هتلاقوه في المسائل. تقول لي ازاي القانون ده؟ هيقول لك الامبليتيود حطينا ليه ان هنا في الموضوع؟
ما انت دلوقتي عندك بتقولي ان الامبليتيود اللي اسمه اي ان ده الامبليتيود اللي اسمه اي ان ده كان بعد اول امبليتيود بان سايكل. يعني عارفه لو انا بكتب اي 4 لو انا قاسم الاي على اي 4 في بينهم كام سايكل؟ واحد. ها اتنين. يبقى هنا كده واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، هنا اربعة. يبقى في اربعة سايكل. يعني التايم بتاع اللحظة دي عبارة عن كام؟ مش عبارة عن اربعة تي؟ يبقى كان مفروض اضرب ان في تي، يبقى التايم بتاعها ان في تي دي. فانا دلوقتي هنا طلع بالشكل ده ان ده قانون تاني، بس بنقسم فيه الامبليتيود مش على اللي وراه على طول، انما على اللي بعديه بقد ايه؟ ها؟ بان سايكل. تمام. طيب يعني دي بقى نفكر فيها. يعني ممكن اجيب لك مساله، ممكن اجيب لك مساله وهتشوفها دلوقتي. بقول لك فيها الامبليتيود نزل، الامبليتيود نزل للربع، يعني الامبليتيود نزل وقل وصل لربع الفاليو بتاعته. يبقى كده اي ان بتساوي ايه بالنسبه للايه؟ 4. لا ربع، ربع. واحد على 1 4. يبقى الامبليتيود نزل للربع، فيبقى اي ان هي ربع ايه؟ خلاص. فلما تقسمه على بعض الاي تروح، وواحد على واحد على 4 بقت 4. مدي لك انا الالفا ومدي لك التي دي، هطلب منك ايه بقى ساعتها؟ هقول لك يا ترى عدى كام سايكل عشان الامبليتيود ينزل للربع؟ هتعوض في انهي معادله؟ اللي على الشمال ولا اللي على اليمين؟ ها؟ اللي على اليمين، لان هي دي اللي فيها ان مجهوله ولا لا. يبقى انت عندك هنا هتبقى انت عارف في الدلتا وعارف ان الايه نزل للربع، يبقى ايه ان ربع ايه؟ هشيل الاي ان واكتبها 1 اوفر 4 اي، فالايه تطير مع بعضها. ويبقى كده المجهول الوحيد هو الان. فاهم يا باشمهندس؟ دي حاجات بنجيبها في الامتحان. طيب يا دكتور، انا عندي سؤال في السلايد. تعال نشوف اكزامبل وبعدين بقى نرجع للسلايد بتاعتك، يمكن الاكزامبل ده يوضح لك. بيقول لي ايه هنا بقى؟ بيقول لي عندي هنا اماس اندر جاز باندد هارمونيك فايبريشن، يبقى كتله بتعمل اوسيليشن. وهنا زي ما انت شايف كده هو مديني ايه؟ مديني المعادله بتاعتها. قال لي ايه بقى المعادله؟ اكس بتساوي اي نود اي باور نيجاتيف الفا تي كوزين اوميجا دي في تي. خلاص كده؟ طيب مديني هنا ايه بقى؟ مديني هنا، يعني هنبص نلاقي ان هو واحنا بنجاوب مديني الاوميجا دي، معرفها لي ماشي. مديني اي نود بيقول لي كام؟ بيقول لي 5 سنتي. مديني الفا بيقول لي انها ب 0.5. وعايز يعرف ايه بقى؟ بص كده عايز يعرف ايه؟ قال لك عايز يعرف الامبليتيود، عايز يعرف الامبليتيود افتر 1 سايكل، يعني بعد مرور تايم قد ايه يا شباب؟ تي دي بس. يبقى هو بالظبط عايز يعرف الامبليتيود. طب هو فين الامبليتيود في العلاقه؟ فين الامبليتيود؟ اخد معاها كوزين؟ لا. يبقى ادي الامبليتيود اهو، يبقى ده الامبليتيود يا شباب. عندنا ايه نود؟ عندنا ايه نود؟ عندنا الفا، عندنا طب لما ناخدش كوزين؟ ما بالكوزين دي الحركه كلها، انما هو طالب منك مين؟ الماكسيمم الامبليتيود بس. لما يطلب الامبليتيود بس مش يعني... يطلب الديسبليسمنت. يبقى انت خلي بالك هو طالب ايه في المساله. لو قال لك كالكوليت الديسبليسمنت يبقى عايز مين؟ الاكس، يعني اكس عايز الاكس، يبقى عايز الاكس، يبقى خدها كلها بقانونها كله بالكوزين تيرم. لو قال عايز الامبليتيود بس يبقى اخد اللي قدام الكوزين. يبقى لو قدام الكوزين ده القانون اللي فوق فيه اصلا الف فاي اصلا، يعني كوزين اوميجا دي تي بلس فاي. هو جيفن، هو جيفن كده مديني اهوت من غير الفا. تمام. طيب دلوقتي عندنا هنا ادي تي بتساوي ايه بقى؟ ناقصك التي دي، فهو مديني الاوميجا. قال لي الاوميجا دي بكام؟ قال لي ب 2 باي. يبقى الاوميجا ديت، اوميجا دي جيفن بس مش مكتوبه هنا، هتكتب لكم في الايه في السلايد بعد كده، ب 2 باي. فجاب هنا ايه؟ جاب التي اهي. جابها ازاي؟ قسم ايه؟ 2 باي اهو. يبقى هو التي ده هو تي دي، والاوميجا دي هي اوميجا دي، ف
فقسم 2 باي على اوميجا دي 2 باي على 2 باي بواحد جاب التايم عوض ادي بطريقه سهله جدا. تقول لي يعني بتيجي حاجات سهله كده؟ اه بتيجي حاجات سهله كده. طب يا دكتور القانون بتاع الدي تي دي ايكوال 2 باي اوفر اوميجا دي دي القانون ده جه منين معلش؟ وهو تعريف الاوميجا ايه؟ مش انجل على تايم؟ تمام. يبقى التايم انجل على اوميجا اللي هي 2 باي فريكوانسي اف تمام قلبتها تمام تمام يعني دي تنفع مع الدامج برضو تمام بالظبط. بس كل حكايه بقى انه هيبقى اسمه تي دي وهيبقى اسمها اوميجا دي. انا افتكرته بس للعادي دامج برضو لا. تمام ده الكل تمام. طيب خلاص حاجه سهله وبسيطه واعتقد ما فيهاش مشكله بالنسبه لكم. طب حلو قوي. خش على المطلوب الثاني. عايز ايه المطلوب الثاني؟ ها عايز اللوغاريتم عايز الدلتا. طيب الدلتا ايه قانونها؟ الفا في تي دي لين ايه اوفر ايه ان بلس 1. الفا بكام هو مديها لي؟ بنص. الفا بنص والتي دي بكام؟ 1. يبقى على طول طلعت بكام؟ بنص. بسالكوا بقى اللوغاريتميك ديكريمنت ديت ليها يونت ولا ملهاش؟ ملهاش. لا ملهاش نسبه ملهاش لانها ريش ضد بعض. خلاص يا شباب اوكي. طيب تمام ممكن مدينا الاوميجا دي في السؤال ايه كان حاطط لنا الاوميجا دي في السؤال؟ ايوه جيفن بيقول لك ان الاوميجا دي ب 2 باي اهو ده جيفن. خش بقى على المطلوب الاخير ده لان المطلوب ده بقى اهم مطلوب فيهم. ايه بقى المطلوب المهم ده؟ عايز يعرف الفراكشن اوف انرجي لوست. يبقى دي هنا المفروض لوست مش لاست ماشي. عايز يعرف مقدار او الكسر بتاع الانرجي لوست خلاص باي ذا دامبد اوسيليتور ان فيرست سايكل. استنى بقى واحده واحده كده لان في حاجه هنا جديده. ايه الحاجه الجديده؟ انت بتتكلم على الانرجي وان الانرجي دي يا ترى متوقعين تقل ولا تزيد؟ تقل 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 طبيعي. لا السيم كونستنت ريمين كونستنت. لا الانرجي بتريمين كونستنت في السيمبل هارمونيك موشن بس. تقول لي طب ونعرف ازاي؟ اقول لك فاكر قانون التوتال انرجي. ايوه برافو عليك. قانون التوتال انرجي كان هتقول لي قانون التوتال انرجي هاف كي اي سكوير صح كده؟ طب هنا بقى الامبليتيود بيقل ولا لا؟ بيقل. طب ما تقولي طب ما تيجي نكتب القانون بقى. هنحط بقى هنا هتقولي هو ما فيش قانون للانرجي مع التايم. اقول لك لا ما فيش قانون. انت هتستند القانون دلوقتي حالا. هتقولي استند القانون حالا ازاي؟ هنستند القانون دلوقتي حالا ازاي؟ هنحط بقى الايه؟ هي الايه كانت ايه قانونها؟ ها؟ A نود في مين؟ في E بار نيجاتيف ألفا صح يا شباب ولا لا؟ ألفا في T دي هتتربع معايا يا جماعة؟ سامعيني؟ طيب يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب لما تتربع تبقى إيه بقى؟ تبقى هاو في K في A نود سكوير. هو مين A نود ده؟ لا ده اللي هو الامبليتيود في البدايه خالص. ده الانيشال امبليتيود. ده اكبر امبليتيود لما انا سحبت الجسم على الاخر. طيب الاي نود اتربعت الاكسبوننشال لما يتربع نجمع ايه في الباور عشان نضربه في نفسه. فلما يتربع دلوقتي بنضرب فهتبقى كام بقى؟ هتبقى 2 الفا تي. طيب بص معايا يا باشمهندس هاف كي اي نود سكوير. هاف كي اي نود سكوير مين ديت؟ مش دي انرجي؟ الانرجي توتال ده دايت الماكسيمم انرجي فلاول تبقى اي نود. ايوه صح كده برافو عليك. هنقول دلوقتي اهوت ان الانرجي دي الانيشال انرجي. دي الانيشال انرجي وبالتالي بقى ادي قانون تغير الانرجي يا جماعه مع التايم ان الاي تساوي اي نود في اي باور. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف؟ الباور بقى فيها كام؟
الباور بقى فيها 2 الفا تي بدل ما كانت الفا تي بس. يبقى القانون ده هو قانون تغير الانرجي مع الزمن. طلعت بتقل ولا مش بتقل برضو؟ ها؟ بتقل. 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 بس كل الحكاية ان الباور هتبقى بالسالب 2 الفا تي. طيب حلو. هو دلوقتي بقى بيقولك عايز يعرف الطاقة اللي ضاعت. الطاقة اللي ضاعت. القانون ده بيجيب لنا الطاقة اللي فضلت ولا اللي ضاعت؟ اللي فضلت. يبقى E minus E نوت. يجيب لنا ريشيو بين الاي القديمة والاي الجديدة. يبقى القانون ده بيجيب لك الطاقة الجديدة اللي فضلت. فهو لما يقول لي عايز الطاقة اللي ضاعت يبقى معناها كده انا هطرح بقى اجيب دلتا اي. فانا هجيب دلتا اي فرق الطاقة. انا عايز اعرف ضاع قد ايه. فدلتا اي تساوي الكبير اللي هو الاي نود اللي هي القديمة ناقص الطاقة الجديدة اللي احنا وصلنا ليها بعد ما ضاعت. طب ما هي دي هننزل اللي فوق ده. فلما ننزل اللي فوق ده ممكن اخد بقى اي نود مشترك. تبقى اي نود معاك مشترك. اي يفضل ايه جوه؟ لما اخدها من الاولانية يدينا ايه؟ يدينا 1. 1 minus. اخدها من الترم التاني يدينا ايه بقى؟ اي باور ماينس 2 الفا تي. طب حلو قوي. عندك الفا ولا ما عندكش؟ ها؟ ايوه 0.5 عندي الالفا وعندي كمان التي. التي هو قال لك بعد تايم قد ايه؟ 1 سايكل يعني 1 بيريودك تايم. بيريودك تايم اصلا بكام؟ 1 1. طيب بس هو خلي بالك ما طلبش الدلتا اي. هتقولي برضو؟ اقول لك هو طلب ايه هنا؟ فراكشن. طب ايه فراكشن ديت؟ يعني ايش فراكشن؟ معناها اللي هو الكسر النسبة الريشيو. الريشيو ما بين دلتا اي لمين؟ على اي نود. على اي نود. برافو عليك. يبقى هنا لو انت ما قدرتش تترجم السؤال وتعرف ان هو كان طالب دلتا اي على اي نود يبقى انت مش هتعرف تعوض وتجيب اللي انت ايه عايزه. يبقى كده بص بقى معانا اهو. يبقى اذا طلع هو ان الامبليتيود يتناسب مع مربع الامبليتيود. طلع ان هو عايز دلوقتي ادي اي 1 فادي اي اهي بتقل مع التايم بشكل اكسبوننشال تيرم. جبنا دلتا اي وطرحناهم فطلع دلوقتي ادي دلتا اي اهي. تمام. هو مش عايز دلتا اي. هو عايز دلتا اي على مين؟ على اي نود. فطلع ادي هي الفاكتور وطلع ان انا اعوض بقى احط الالفا بنص واحط التي بواحد. طلعت العلاقه وادي الايه الاجابه بتاعتك. في مشكله في الكلام ده؟ هي رموز كترت فجاه بس. رموز ايه؟ مفيش رموز كتير ولا حاجه. هي اي بس انا عمال ادلعها اسميها اي اي نود اسمها. انما في الاخر انت يهمك ايه؟ يهمك القانون ده اللي انا حاطينه في برواز. شايفه ده بتاع الفاريشن بتاع مين؟ الفاريشن بتاع مين؟ الانرجي مع التايم. مش ده الفاينل توتال؟ ايه مش ده الفاينل توتال؟ ايوه ده الفاينل اللي هو عمال يقل مع التايم. ده التوتال. خلاص انا ما بقولش دلوقتي كاينتيك بوتنشال، انا بقول توتال انرجي على طول. واضح يا جماعه؟ واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. فاهمين؟ واضحت بس الحاجات كتير يعني. تمام. بقى نسبتها خلي بالك انت في اول نوع من انواع الدامبت. لسه بقى خش معايا على النوع اللي بعده. ايه النوع اللي بعده؟ مش احنا قلنا مساله ان احنا هنشوف الالفا ونشوف الفريكشن هل هو عالي ولا واطي ولا ايه بالظبط؟ ونعرفها ازاي؟ بعلاقه الالفا بالاوميجا نود. صح؟ طب الفا بتساوي اوميجا نود ده هيسموه ايه بقى؟ كريتيكال. يبقى اللي فات كان اسمه ايه؟ اللي فات كان اسمه ايه؟ اندر دامبت. اندر دامبت. اندر دامبت. دلوقتي بقى تعالى نشوف الكريتيكال. الكريتيكال دلوقتي مش دي الاكسبريشن بتاع المعادله بتاعت الزد؟ زميلنا اللي اتخض وقال احنا كل ده في اول نوع يعني سهله. هتشوف معايا دلوقتي ان اللي فاضل ده بسيط مش تقيل قوي ولا حاجه. بيقول لك دلوقتي الفا بتساوي اوميجا نود. مش دي كانت معادله المعادله التفاضليه بتاعت الزد؟ لما الفا بتساوي الاوميجا نود الترم ده يساوي كام؟ زيرو. طب ده حاجه هايله قوي. يبقى الزد دبل دوت بزيرو. دي تتكامل بسهوله
كبيرة. عايز تجيب الزد دوت تعمل ايه في الزيرو ده؟ تكامل الزيرو يديني ايه؟ زيرو او كونستانت سوري. يبقى لو انا دلوقتي هكامل فهتكامل دلوقتي فهتقولي بس زد دوت عبارة عن ايه؟ هتساوي كونستانت. وليكن الكونستانت ده اسمه سي. خلاص كده؟ طيب عايز تجيب الزد تعمل ايه في السي ديت؟ ها؟ ضربها في تي. هكامله تاني. هكملها مرة تانية. فلما اعمل انتجريشن مره ثانيه السي دي هتتجمع هتضرب في السي اجمع عليها كونستانت جديد فازي اهو. يبقى هنا دي كان اسمها سي 1 فبالتالي لما انا كملت بقت سي 1 في تي وبجمع عليها كونستانت. هتعرفوا ان شاء الله من السنه الجايه هي فما تاخدوا بقى كورس الديفرنشال ايكويشن ان لما الايكويشن لما تبقى سكند اوردر لازم يبقى فيها كام كونستانت؟ لازم يبقى فيها 2 كونستانت. عدد الديفرنشيشن يعني ايه ده بعدد الديفرنشيشن اللي عملناها اه بعدد الاوردر بعدد المشتقات اللي احنا وصلنا لها او اعلى مشتقه عندك في الايكويشن اعلى ديريفاتيف. فالديريفاتيف لما تبقى اعلى ديريفاتيف هي ديريفاتيف ثانيه يسموها سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ويبقى فيها ثابتين سي 1 وسي 2 دولت ايه ثوابت. هو انت كنت عايز الزد ولا كنت عايز الاكس؟ الاكس هنضرب فيه باور نيجاتيف الفا تي تاني. ايوه الله ينور عليك. انا اصلا كنت عايز الاكس. الاكس دي اللي هي الديسبيسمنت. فانا الزد دي كنت عملت الاثبات الطويل اللي وصلت فيه للزد انها واخده الشكل ده. فجبت انا الزد دلوقتي اخر خطوه اعملها ايه؟ اضرب الزد في مين؟ في الاكسبوننشال تيرم. الله اهي بقت جميله اهيت وبقى ده حل المعادله. الله يعني انا دلوقتي عندي حل تاني غير اللي فات. لحقتوا تحفظوا اللي فات ولا لا؟ في حاله الاندر دامبت كان ايه الاكسبريشن؟ ها ايه بورنينج كان ايه نون جيبز بالفا تي كوزاين اوميجا دي تي زائد فاي صح. هل هنا في اي كوزاين ترم بقى في الحاله الكريتيكال؟ الكوزاين ترم او الساين ترم هم دول اللي بيعملوا اوسيليشن لان الكوزاين والساين هما اللي بيقعدوا يتغيروا بين بوزيتيف ونيجاتيف. هل هنا في اي كوزاين ترم؟ لا ما فيش. واحنا نقدر نقول على الاوسيليشن هي اوسيليشن اصلا يبقى دي المفروض ما نقولش اوسيليشن. يعني الكلمه دي كده مجازا هنعديها دلوقتي بس هي مش اوسيليشن هي ايه موشن اهو. ويبقى ده الكيرف رقم كام؟ الكيرف الثاني اللي هو البي اللي هو ايه بقى؟ شديت انا الجسم وديته المسافه وسبته يتحرك. فلما اتحرك حصل له ايه؟ رجع تاني للزيرو. رجع بسرعه ولا مش بسرعه؟ ها هتقولي بسرعه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكيرف بتاع السي. بالنسبه للسي يعني السي هيرجع صحيح بس هياخد وقت ايه؟ وقت طويل قوي. خلاص. فدي يا جماعه المعادله بتاعه الحركه ودي برده ممكن نحل عليها مساله بعد كده كاكزامبل كده عندنا. عايزين الاكس كفانكشن في التي. خلاص. طيب طبعا هنا قال لك الكريتيكال ده له تطبيقات كتير قوي. من التطبيقات اللي هي موجوده في الحركه الدامبت ديت عارفين البيبان اللي بيبقى فيها اله كده فيها ميكانيزم اللي هو بيقفل لوحده عارفينها؟ صح كده. اللي هو بيبقى عندك ايه لو انت فتحت الباب وسبته ودخلت طبعا هنا الباب ما يخبطش بقى فالاله اللي فوق دي بيبقى فيها سبرينج فيها دراع كده فيها سبرينج بتخلي الباب يرجع تاني. تمام. هنا بقى الحركه بتاعه الباب في الوقت ده هتبقى ايه؟ هل هي زي اللي فاتت اندر دامبت يعني الباب يقعد يترقص كده ويروح ويجي؟ لا بتبقى من نوع الكريتيكال ده. كريتيكال يعني ايه؟ يعني الباب يرجع يقفل تاني ويرجع ياخد وقت ما يخبطش جامد بس يرجع بسرعه شويه. طبعا مش هيبقى النوع الاخير اللي هو بقى بياخد يعني تفتح الباب ترجع بعد ساعه تلاقيه لسه ما قفلش. لا ده بيرجع بسرعه ويقفل بهدوء. طب ايه كمان؟ عارفين المثال اللي انا قلت لكم في الاول خالص اللي هو بتاع المساعدين بتاع العربيه للتشوك ابزوربر اللي هو بيمتص الاصطدامات ديت اللي هي اللي عندنا بيبقى النوع بتاعه من نوع الاهتزاز بتاعه او نوع الحركه فيه من نوع الكريتيكال.
تقول لي ليه؟ اقول لك دلوقتي هنا هو دلوقتي العربيه جت على مطب، فجسم العربيه طلع فين؟ طلع لفوق. فلما جسم العربيه طلع لفوق والعجله لسه على الارض، حصل ايه للبستون ده؟ ها؟ اتشد. اتشد ففتح، فالبستون اتحرك فالايه فاتفتح الايه البستون ده. فدلوقتي العربيه المفروض ترجع ايه؟ ترجع تاني. هل العربيه لما بترجع تاني والبستون يرجع تاني في الايه في المسار بتاعه وترجع العربيه تاني، هل بترجع تعمل بقى اندر دامبد ولا كريتيكال؟ تقول ايه هي لو رجعت اندر دامبد يعني معناها يحصل ايه للعربيه؟ العربيه يحصل لها ايه؟ جسم العربيه تنزل وتقعد تهتز صح، تطلع لفوق وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، مش كده؟ ده لما العربيه تاخد مطب، تفضل العربيه تقعد تترقص كده والناس اللي جوه العربيه عمليه يهتزوا ولا لا؟ انت عايز الناس اللي جوه العربيه تفضل تهتز ولا يرجعوا تاني يثبتوا لوضعهم؟ ها ايه رايك؟ يرجعوا يثبتوا على طول. يرجعوا يثبتوا على طول تمام كده. فبالتالي هنا هل انا اخليها بقى اندر دامبد ولا كريتيكال؟ طب ليه ما يكونش النوع الثالث؟ النوع الثالث بقى هيطلع العربية تطلع لفوق يفضلوا متعلقين في الهواء ومن العربية ما ترجعش تاني لوضعها الطبيعي، أو تاخد بقى وقت طويل على بال ما البستون يقفل تاني على بعض. يبقى يعني عايزين الوضع الثالث ده ما بيرجعش للإكوليبريم بسرعة؟ بياخد وقت طويل على بال ما يرجع للإكوليبريم. فاحنا عايزين الناس اللي في العربية ما يحسوش بالصدمة، أو حتى لو العربية طلعت لفوق والناس دي حست بالحركة يرجعوا تاني لوضعهم الطبيعي. فهنا احنا بنخلي المساعد بتاع العربيه بيبقى من نوع الحركه اللي هي بتبقى كريتيكال دامبنج. واحد يقول لي طب وفيها ايه بقى لو خليناهم يعني اندر دامبنج، بتخليهم يتهزوا شويه يعني اهو نفرحهم؟ لا برضو الكلام ده مش مظبوط. اللي بيحصل حتى زمان كان ايه، لو حد فيكم بيسوق كان يقول لك ايه، لو انت مثلا خدت مطب والعربيه لقيتها بتتحرك وتهتز بالشكل ده اعرف ان المساعدين باظوا وان هم محتاجين يتغيروا. تمام. طب معلش بس شباب، هو الاندر دامبد يعتبر كاوسيليشن ولا لا؟ الاندر دامبد اوسيليشن لان الجسم عدى الناحيه الثانيه انه بيموت. هو مش الاوسيليشن ده لازم يبقى يفضل مكمل زي السيمبل هارمونيك؟ اوسيليشن يعني في وضع اتزان، او وضع اتزان اللي هو الاكس بصفر والجسم بيروح ويجي حواليه. لو فضل يروح ويجي لنفس المسافه يبقى دي سيمبل هارمونيك اوسيليشن، لو راح ورجع والمسافه فضلت تقل تقل يبقى ده اندر دامبد اوسيليشن. معايا يا باشمهندس؟ واضحه؟ تمام تمام. يبقى دي معادله رقم كام للدامبد اوسيليشن؟ 2. بس دي شغاله مع مين؟ ها؟ نعم شغاله مع الكريتيكال. بس الكريتيكال بتساوي ايه؟ الاوميجا. طيب النوع الثالث بقى والاخير بالنسبه لي الدامبد، هنعمل ايه بقى في الالفا؟ تبقى اكبر. تبقى اكبر كبيره قوي. يسموه ايه بقى؟ يسموه هيفي دامبنج، يعني دامبنج ثقيل قوي. يبقى ايه ده؟ يبقى ده اوفر دامبد، يسموها اسم ثاني اوفر دامبد. يبقى انت عندك اندر دامبد وكريتيكال دامبنج وعندك كمان ايه اوفر دامبد. حد بيسال حاجه؟ ايوه يا دكتور معلش، هو دلوقتي لما هم يعني ايه المتغير اللي بيبقى في ايديهم بيتحكموا بيه عشان يظبطوا الحركه على اساس اللي هم عايزينه؟ اللي هو الدامبنج اللي هو الاكس سوري اللي هي الار. يعني مثلا اقول لك حاجه، هو انت دلوقتي لو جينا نتكلم على المساعدين بتوع العربيه، هو كان البستون لما بيرجع مش بيرجع قصاد ايه؟ يعني ايه اللي بيعكس البستون ده؟ جوه البستون فيه ايه؟ زيت صح؟ الزيت له لزوجة، له فيسكوستي معينة. عايز تزود الدامبنج قوي اعمل ايه في الفيسكوستي بتاعته؟ كبرها، هات سائل اللزوجة بتاعته عالية قوي. تمام؟ طبعا هنا كل ليكويد ويبقى له لزوجة معينة. خلاص يا باشمهندس؟ يبقى بالتالي اول ما تلاقي ساعات كده حتى اللي يلاقي عند العجله وعند المساعد كده في زيت بينقط تعرف كده ان المساعد ده باظ.
يبقى هنا هو المسؤول عنه هو الفريكشن بنتحكم فيه ازاي؟ عن طريق نشوف هو الفريكشن فين هنا؟ الفريكشن في السائل اللي موجود جوه البيستون بتاع مساعد بتاع العربية. فيبقى بالتالي لو انا غيرته اقدر اتحكم في الدنيا. طيب. هنا بقى بصوا على الحركة دي بقى المرة دي. هي نفس المعادلة ولا لأ؟ نفس المعادلة التفاضلية بتاعت مين؟ الزد. بس احنا عايزين الزد ولا عايزين حاجة تانية؟ احنا عايزين مين؟ عايزين الاكس. عايزين الاكس صح كده. يبقى اذا دلوقتي هنا انا عايز دلوقتي هنا الاكس. طيب هنا بقى ايه الجديد؟ الجديد ان الالفا اكبر من الاوميجا. فلما تكون الالفا اكبر من الاوميجا الترم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. هيعمل بوزيتيف مع النيجاتيف اللي بره. ايوه. فتبقى كده المعادله دلوقتي زد دبل دوت بتساوي ها بتساوي رقم بوزيتيف بتساوي رقم بوزيتيف صح ولا يا شباب؟ هل دي شبه السمبل هارمونيك موشن؟ هل دي شبه السمبل هارمونيك موشن؟ لا الثانيه كان فيها نيجاتيف. الثانيه كان فيها نيجاتيف. هتقول لي طب ودي بقى بيحلوها ازاي؟ ما انت عايز تجيب عايز تجيب دكتور مش احنا المفروض نبدل الاوميجا مع الالفا علشان لا هي المعادله اهي مش دي اللي احنا المعادله اللي وصلنا لها ما نقدرش نعدل فيها. هو انا بتكلم على ان حضرتك شلت النيجاتيف. انا ما شلتهاش. انت قصدك قصدك هنا صح برافو عليك برافو عليك ان انا هنا الفا سكوير ناقص اوميجا نوت سكوير ماشي. يبقى انا قصدي هنا ان اللي جوه ده بوزيتيف. تعال نمسح اللي عملناه ده. يبقى كده هتبقى هنا لما تبقى ده نيجاتيف وفي نيجاتيف بره فبالتالي احطها الفا سكوير ناقص اوميجا سكوير. طيب المهم يبقى تطلع رقم بوزيتيف في الاخر مش هنغير حاجه يعني هي هتفضل زي ما هي يا باشمهندس. بس كل الحكايه ان انت عارفه ان هيبقى في رقم بوزيتيف يعني الزد سكوير الزد دبل دوت هتساوي رقم بوزيتيف رقم بالبوزيتيف مضروب في مين؟ في الزد. دي اسمها ديفرنشال ايكويشن. انتوا ما خدتوش حل المعادلات دي. هنا بقى دي حلها على طول جيفن. انا هديك الحل على طول خلاص عشان احنا ما خدناهوش. حلها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده. يا خبر ايه حل ده؟ فيها كام ثابت؟ فيها كام ثابت؟ اثنين ثلاثة. لا ثابتين سي واحد وسي اثنين ده اللي هم الانون. قلت الانون ما هي الفا واوميجا نود دول خلاص دول يعني دول مفروغ منهم مفروغ من امرهم. كل الحكاية ان بقى شكل العلاقة بالشكل المعقد اللي انتوا شايفينه ده. دي الزد. هل انا عايز الزد ولا عايز الاكس؟ اكس. عايز الاكس. يبقى اضرب الزد دي في ايه؟ اكس. يا خبر ادي شكل المعادله الثالثه. شفنا بقى دلوقتي شكل الاكس عامل ازاي؟ ها يا جماعه شفنا يا دكتور معايا يا ريتنا ما شفت. يبقى دلوقتي عندنا هنا الاكس اللي هي الازاحه بتاعت الجسم وتغيرها مع الزمن ليها ثلاث اشكال. بالازرق ده الكيرف بتاع الايه؟ الاندر دامبد. الاحمر ده الكيرف بتاع الايه؟ ها كريتيكال دامبد. كريتيكال. الاسود ده الكيرف بتاع مين؟ بتاع الاوفر بالظبط كده. وبالتالي هنا شكل الجسم وازاحته مع الزمن. اوعى يكون حد عنده فكره ان الجسم هيمشي على الخط ده. يا شباب الخط ده الجسم مش هيمشي كده ابدا. خط مستقيم اصلا. الجسم بيمشي خط مستقيم اصلا الله يكرمكم. الجسم بيتحرك في اتجاه الواي اللي هو الاكس. يعني مثلا عندي هنا اهو شديت الجسم لهنا. يعني الجسم كان موجود فين في الاول؟ كان موجود هنا. وانا شديت الجسم وديته فين؟ وديته هنا. فالجسم عايز يرجع تاني لمكانه اللي هو تحت ده. فبيرجع ازاي؟ ممكن يرجع ويعدي الناحيه الثانيه. فيبقى عند اي لحظه بعده عن موضع اتزانه ده هي دي اللي اسمها الاكس. يبقى المسافه دي هي دي اللي اسمها الاكس. اكس دي بتتغير مع الزمن. وبعدين ممكن تخش في السالب. طب معلش السؤال هو في البي والسي كده مش هيرجع للايكوليبريم بوزيشن؟ هو نظريا من المعادله انك لازم تحط تي بما لا نهايه. بس هو عمليا بعد مرور تايم كبير شويه بيرجع.
يعني اعمل ايه دلوقتي؟ طب معلش يا دكتور، هو بيدينا سي 1 وسي 2 في السؤال ولا احنا اللي بنستنتجهم؟ طيب تعالوا نشوف بقى احنا نستنتجهم ولا لا. مساله، تعالوا ناخد مساله كده ونشوف. احنا وصلنا للموضوع ده ازاي؟ وصلنا للقانون ازاي؟ وصلنا للقانون اللي ده ازاي؟ انت دلوقتي ما خدتش حل المعادلات التفاضليه دي، بقى في حل زي ما قلت لك السنه الجايه لما تخشوا في كهرباء او مدني هيبقى عندكم حاجه اسمها كورس اسمه ديفرنشال ايه؟ ديفرنشال ايكويشن، بياخدوه في كهرباء ومدني وميكانيكا. الديفرنشال ايكويشن ده المعادلات اللي هي شكلها رخم زي ما انتم شايفين كده، اللي فيها الفيرست ديريفاتيف والسكند ديريفاتيف، بيبتدوا يحلوها. يحلوها يعني يطيروا التفاضلات، يشوفوا نوعها ويعملوا ايه ويقول لك حلها يبقى عامل ازاي. ده حلها بيحلوها بطريقه اسمها الاوبريتور، مالكش دعوه بيها، بس المهم ان بيطلع حلها زد، بيطلع شكلها كده. بعد ما جبت الزد اضربها في الترم بتاع الاكسبوننشال اللي بالسالب، سالب الباور، ويطلع لك ادي المعادله بالشكل الكبير ده. انت يهمك بس ازاي تعوض فيها، تعوض في المعادله دي ازاي بس. طب انا زي شكرا على اول فرقنا الاكس زد مينيو اكسلريشن بالمنظر ده. بص يا جماعه، هنا طبعا واحد بيقول لي طب ما دام احنا يعني الكورس بتاع الديفرنشال ايكويشن ده له طريقه منطقيه للحل، ان احنا نشوف المعادله ونشوف نوعها ايه ونشوف خطوات الحل بتاعتها ايه وهكذا. انما انت دلوقتي هنا عشان احنا ما خدناش الكورس ده بنكتب الحل وخلاص، او حتى زي ما شفتوا في الاول ان انا افترضت الاكس من عندي بداله زد في اي بار نيجاتيف الفا في تي، فايه الفرض بتاعه؟ انا عارف اصلا شكل الحل هيبقى عامل ازاي، بس انا عملت الحركه دي كده عشان ادور على الزد عشان اوصل للحل ده، ماشي؟ فقلت لكم انا في البدايه خالص ان الحل ده حل فانتازيا كده، ماشي؟ في مشكله لغايه دلوقتي في الكلام ده؟ تيجوا نبص على شوية مسائل أو نحل كده مسألة على الكلام ده، ماشي يا جماعة؟ تعالوا نفتح البروبلم سيت ونشوف دلوقتي احنا عايزين ايه. فاهمين يا جماعة الموضوع ولا مش فاهمين؟ اتفضل. هو الـ PDF ده هينزل على الـ LMS ولا هو نزل أصلا؟ ممكن تلاقيه على الـ LMS، هتلاقيه موجود لو لقيته هنزله دلوقتي حالا بعد المحاضره على طول هحطه على الـ LMS. طيب تعالوا نشوف دلوقتي الدامبد هو المفروض ان هو بروبلم سيت 4. تعالوا نفتح بروبلم سيت 4. طب هو ليه دكتور كده شطر فوق الدامبد اوسيليشن ما بتبقاش هي الاندر دامبد اوسيليشن بس بالنيجاتيف؟ ليه اللي هي الايكويشن بتاعه الاوفر دامبد ليه ما تبقاش هي بتاعه الاندر دامبد بس بالنيجاتيف؟ ازاي بالنيجاتيف؟ يعني ايه نيجاتيف؟ مش هي نفس الحاجه، بس هو الفرق ان الاوميجا باور 2 اكبر من الالفا باور 2. بس دي المره اللي فاتت في الكريتيكال انت بتقولي انها تبقى نفس مين الكريتيكال في الاندر دامت؟ ما هو اصل الحل في الحل بتاعنا لما يبقى في عندك نيجاتيف في المعادله التفاضليه بتقلب لك المعادله والحل بيبقى على شكل كوزين وساين. هنا بقى هل الشكل اللي احنا شايفينه ده فيه اي كوزين او ساين؟ لا ما فيهوش اي كوزين او ساين. التاني بقى بيبقى فيه كوزين وساين، كوزين وساين هما دول اللي فيهم اوسيليشن، لان الكوزين والساين هما اللي بيقلبوا من بوزيتيف لنيجاتيف ومن نيجاتيف لبوزيتيف، انما هنا مفيش. اوكي. طيب تعالوا نبص على المسائل هنا دكتور كده. معلش شابتر 4 خلص كده، شابتر ايه 4 صح؟ لو انت بتذاكر من الكتاب يبقى ده شابتر 4. طيب بصوا، تعال نشوف المسائل. البروبلم سيت ظاهرة قدامنا؟ تمام ظاهرة يا دكتور. طيب ده زي ما احنا بنقول اهو، ده على الايه، على اللي هي الدامبت موشن. تعالى كده نشوف بعض الافكار اللي موجودة عندنا. طبعا هتلاقوا مسائل سهلة وما فيهاش مشكلة. يعني مثلا هنا اهوت، بص بيقول لك ايه، تعال نشوف بروبلم رقم 2 شايفينها؟ كتب لي ايه بقى هنا؟ 4 في دي 2x باي دي تي سكوير زائد ار في دي اكس باي دي تي زائد 32x ايكوال 0. يا ترى الايكويشن ديت سيمبل هارمونيك موشن ولا دامبد موشن؟ دامبد موشن. دامبد موشن. صح كده؟ لان انتوا عارفين ان دي اسمها ديفرنشال ايكويشن. طب هل انا دلوقتي بالشكل ده اقدر استنتج بعض الحاجات الجيفن اللي عندي؟
يعني هو انا المفروض كنت عارف شكل المعادله كانت ايه يا جماعه؟ ام مش كانت ام اكس دبل دوت اكس دبل دوت زائد ايه بلس ار اكس دوت زائد اكس دوت زائد اكس ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. ايكوال زيرو. يبقى هنا هو اداك شويه جيفن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اداني مين دلوقتي هنا؟ الام وكي. اديني الام. اداني الام. الام باربعه. والكي بكام؟ 32. 32. اجيب الالفا منها. حلو قوي. يبقى كده انا عرفت الام وعرفت دلوقتي. اعرف اجيب اوميجا نود ولا ما اعرفش؟ يبقى كده اوميجا نود بكام؟ اوميجا نود سكوير بكي على ام كي على ام بيت. يبقى انا عندي اوميجا نود سكوير. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك وات رينج اوف فاليوز اوف الدامبنج كونستانت ار، يا ترى ايه قيم الار اللي تخليه الحركه دي ايه بقى؟ اندر دامبد، اوفر دامبد، كريتيكال دامبد. طيب يبقى دلوقتي هنا احنا مطلوب من رينج مين؟ نجيب الالفا بالظبط كده. طب ايه علاقتنا بقى بتاعه الالفا؟ صح كده؟ يبقى ار على 2 ام. طيب انا دلوقتي هنا عندي كنت بقول ار على 2 ام تدينا الالفا. طب انا بقارن الفا مع مين؟ مع الاوميجا نود. طيب الاندر دامبد بيبقى فيها ايه؟ اوميجا نود اكبر من الفا. اصغر من اوميجا نود. اكبر من الفا. اصغر من مين؟ اوميجا نود. طيب يبقى بالتالي ار على 2 ام صح كده؟ الام دي بكام؟ اصغر من 8 4 4 صح؟ اقل من الاوميجا نود اللي هي كام بقى؟ اللي هي روت 8 كده. روت 8 يعني معناها كام؟ تور 2 تور 2. يبقى كده انت تقدر تعرف لنا بقى الار بكام ولا لا؟ طبعا اللي تحت ده يطلع يتضرب فوق، فلما يطلع يتضرب فوق يبقى 2 في 2 ب 4 في 4 ب 16، يبقى معناها ار تبقى اقل من 16 جذر 2. طبعا اضربها كرقم تعرف كده ساعتها الار بكام. يبقى الار لازم تبقى اقل من الرقم ده عشان يبقى احنا شغالين ايه؟ اندر دامبد. طبعا الار مش بالنيجاتيف صح؟ ما ينفعش طب ما نعمل الكريتيكال دامبد ونقول ايكوال 16 ار عمرها ما تكون بالنيجاتيف، الفا عمرها ما تكون بالنيجاتيف. يبقى الار اقل من الرقم ده صح؟ طيب عشان تبقى اوفر دامبد. طب احنا ممكن ننط على كريتيكال دامبد ونقول ان الار ايكوال 16 2، بعدين نقول على الاوفر دامبد اكبر من 16 2. ادي بقى اي واحده فيهم بالظبط كده. يبقى في الكريتيكال بيساووا بعض. الاوفر دامبد الالفا اكبر من الاوميجا، فالار تبقى اكبر وهكذا. يبقى ده حل المساله ببساطه، مجرد ان انا شفت الايه الار بكام وقدرت اجيب الفاليو بتاعتي. ماشي؟ طيب تعال نشوف مساله ثانيه. طب يا دكتور معلش، واحنا جبنا الاثنين جذرتين دي جبناها منين؟ هي المفروض ان ديت كانت المفروض اوميجا نود. اوميجا نود بتساوي كام؟ جذر ال 8. فجذر ال 8 بكام؟ طب و 6 جذر 2 ايه؟ خلاص يعني اهو قصدي. طب و 6 جذر 2 يا دكتور؟ 6 ايه؟ لا طلعت مش في 8 تحت، طلعها فوق. لما طلعت تضربها الناحيه الثانيه فوق. 8 في 2 بكام؟ 16. تمام ماشي. 2 في 16. طيب بصوا بقى، تعالوا ناخد مساله. شايف مساله رقم 5؟ شايفها؟ بيقول لك a body of mass 150 جرام، يبقى اداني مين هنا؟ الام is vibrating in a viscous medium، بتهتز في وسط لزج. الكي بتاعتها بكام؟ اهي 95. يبقى اداك الكي واداني الام، يبقى اداني مين؟ الاوميجا. الاوميجا. يبقى الاوميجا نود عندنا. خلاص؟ يبقى كده عندي اوميجا نود جذر كي على ام. وعندي الدام بالكونستانت ار، عندنا الار كمان ألفا. يبقى عندنا مين؟ الالفا. خلاص كده؟ طيب هو عايز دلوقتي اللوجاريتمك ديكريمنت، اجيبها ازاي؟ الفا تي دي. اللوجاريتمك ايكوال الفا تي دي. يبقى بالظبط كده اول حاجه من الاوميجا.
R على 2M. فعندي دلوقتي هنا ال R. ال R مدهالي بالي قوي كويس قوي من الوحدات. يبقى ال R بكام؟ ب 8 من 100 كيلوغرام، يعني شغالين اس اي خلاص على 2. والام بكام بقى؟ 150 جرام، ما بنشتغلش من جرام، يبقى على 1000 تبقى 15 من 100 صح كده. وبكده يبقى انا عندي هنا جبت مين دلوقتي؟ الالفا. خلاص بعد ما جبت الالفا اجيب دلوقتي كمان مين بقى؟ التي دي. اتنين باي على عن اتنين باي اوميجا دي. الاوميجا دي اللي هي كانت عباره عن سكوير روت ام اوفر كي، اللي هي كانت سكوير بتاع اوميجا نود سكوير ماينس الفا سكوير. عندنا الالفا وعندنا اوميجا نود سكوير. اوميجا نود سكوير ب 95 على 15 من 100 ونطلع التي دي. اضرب دي في دي اجيب مين؟ الدلتا. فالدلتا تساوي الفا تي دي. طيب ايه بقى الجديد عندي؟ المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ عايز يعرف النمبر اوف سايكلز لابسينج، عايز يعرف عدد الدورات اللي بتعدي بتمر. تاتش ذات ان الامبليتيود ماله؟ بص بقى 4 5 يعني قال لك diminish by 80% ب 5 يعني diminish by يعني معناها ضاع منه المحل المقدار 80%. طب احنا دلوقتي هنا في القانون بتاعنا احنا المفروض بنعوض باللي وصلنا له ولا باللي ضاع؟ اللي وصلنا له. اللي وصلنا له. يبقى اذا دلوقتي المفروض بتاعك كان يبقى ايه بتساوي ايه نوت ده الامبليتيود في كام بقى؟ في اي باور كام؟ نيجاتيف الفا في ايه بقى؟ في سي 1 اوفر 5 صح كده؟ فهتقولي طيب هل انا عندي الفا؟ عندي الفا ولا ما عنديش؟ عندي الفا. عندي معايا الفا. تمام كده؟ احط الايه بكام بقى؟ هو بيقول لك ضاع منه كام؟ الايه فاينل ايكوال 0.2 ايه انيشال. يبقى بالتالي هنا الايه اللي وصلنا لها هي 20 على 100، 20 على 100 يعني معناها تبقى 0.2 ايه نوت؟ ايه نوت. صح كده؟ اللي هي 5. يبقى ايه نوت؟ بتساوي ايه نوت؟ فطبعا هنا ايه نوت تروح مع مين؟ مع ايه نوت؟ ماشي. في ايه باور نيجاتيف الفا اللي انت عارفها وحسبتها في تي. ايه المجهول الوحيد؟ تي. تي. طب ازاي تجيبوا تي وهو في الباور بتاعك في بوتنشال؟ اخد هو احنا لما نعمل لين الفاي لين الطرفين صح كده؟ لين الطرفين يبقى كده سالب الفا تي هتنزل لما اخد لين هتنزل ويبقى كده سالب الفا تي بتساوي لين 0.2. طبعا هنا اي حاجه اقل من الواحد اللين بتاعها بالسالب فعشان كده السالب اللي هتطلع من اليمين هتطير مع السالب اللي على الشمال لان التايم لازم يطلع بوزيتيف يا باشمهندسين. اللي هيطلع سالب يعني هيطلع التايم بالسالب يعني هيحصل له حاجه وحشه عشان تبقوا عارفين. يبقى هنطلع التايم. بعد ما طلعنا التايم هو عايز يعرف ايه بقى؟ سايكل. كم سايكل عدت؟ اعمل ايه بقى؟ عايز ان اعمل ايه؟ اقسم التايم على التي دي. ايوه بس كده ايوه على البريودك تايم بتاع الدامبنج وبالتالي كده عرفت كم سايكل موجود. في مشكله في المساله دي؟ معلش دكتور احنا قلنا الاثنين من 10 منين؟ الايه؟ الاثنين من 10 ايه نوت جبناها ازاي؟ الاثنين من 10 هو قال لك دلوقتي ان ضاع منه 80% فلما يضيع منه 80% يفضل له كام؟ 20% جت من هنا يعني؟ ايوه جت 20 على 100 ف 20 على 100 من الاي نود يبقى احنا الاي اللي وصلنا له هو 20 على 100 من الاي نود ف 20 على 100 اللي هي 0.2. تمام. طب يا دكتور والجذر اوميجا نوت سكوير ناقص الفا سكوير ده قانون احنا خدناه؟ ده اخدناه ده اللي هو الاوميجا دي. معلش يا دكتور هو الاي نوت دي اللي هي اعلى حاجه اعلى امبليتيود وصل له في الدمبل اللي هو ده الانيشال اللي هو عند لحظه تيب زيرو
والاي دي اللي هي الاي العاميه يعني اللي هي عامه الاي عند اي لحظه في تي عند اي تايم عند اي لحظه. تمام دكتور معلش احنا مش ممكن نجيب الان بطريقه ثانيه؟ كان ممكن من القانون بقى اللي احنا كنا مطلعينه على طول اللي هو بتاع لو تتذكر كان عندك قانون كده لين اي لين اي 1 على الاي او اي على اي ان ايوه بتساوي ان ان في دلتا صح؟ ايوه كده كده كان ان في دلتا ماشي. فعندك الاي تقسمها على 0.2 اي يعني تطلع لين 5 لين ما هو اي على 0.2 تبقى لين 5 تساوي كام؟ تساوي ان في ان في دلتا فتبقى ان عباره عن لين 5 على كام؟ على دلتا على طول وانت عندك دلتا المطلوب الاولاني ماشي؟ في مشكله في الكلام ده؟ ممكن ادي السؤال اللي فوق معلش تاني لو في وقت؟ سؤال السؤال اللي فوق اللي هو اللي كان فيه ار ده كان فيه ار هو هنا بيعمل أيوة بيلعب على تريك هو ايه؟ انك انت عارف دلوقتي ايه العلاقه عشان تحدد اذا كان دامبنج اندر دامبد ولا اوفر دامبد ولا كريتيكال دامبد انت بتقارن ما بين الالفا ومين؟ والاوميجا نوت فالالفا انت عارف انها ايه على ايه؟ ار على كام؟ 2 ار على 2 ام الأوميجا نود عبارة عن إيه؟ جذر كام؟ K over M K over M صح كده؟ طيب لو أنت بتقول critical critical يعني معناها ده بيساوي ده لو critical صح؟ آه مش كده؟ طب إيه رأيك الاتنين M تخش تطرف فوق؟ أنا عايز أجيب الـ R يبقى الاتنين M أطلعهم فوق فلو دخلناها فوق دلوقتي الاتنين M المفروض لما تخش جوه السكوير روت تتربع فتبقى إيه؟ 4m square k over m 4m square k على كام؟ m على m فالm دي تروح مع مين؟ مع ده مع السكوير اللي فوق فيفضل فوق ايه؟ تمام 4 4mk 4mk صح كده؟ يبقى 4mk هل عندك m؟ يبقى عشان يبقى critical يبقى ال 4 بتساوي سكوير روت 4mk عشان يبقى اندر دامبد يبقى اقل من سكوير روت 4mk عشان يبقى اوفر دامبد يبقى لازم تبقى اكبر من 4mk تحت الروت. طب الام بكام؟ ب 4 والكي بكام؟ ب 32 فتعوض وتطلع لنا الايه الار بكام بس كده واضحه؟ معلش السؤال برضو يا دكتور في قانون اللي هو بتاع ال n سيجما ايكوال لن a اوفر a n ال a اللي فوق دي اللي هي ال a نوت وال a n تحت دي اللي هي علاقتها بال a نوت صح؟ كام من ال a نوت؟ صح كده صح كده تمام ماشي. طب دكتور كان عندي سؤال بس مش في المحاضره دي في السيمبل هارمونيك موشن. اتفضلي. هو لو مثلا اداني a ايكوال ساين 20 t بلس فاي كده الاوميجا هجيبها ازاي عشان هو مديهاني ساين مش كوزاين؟ لا ما تفرقش حاجه هو دايما الاوميجا هي اللي مضروبه في التايم. تمام يعني هتبقى ب 20 على طول. اوكي. طب دكتور هو احنا ممكن العلاقه تبقى ساين او كوزاين فهي سيمبل هارمونيك موشن. اه مش محتاجين ان احنا نقلبها ونزود ونقلب الساين لكوزاين ونحط 90 ديجري في الفيز مش محتاجين. تمام. هي كل الحكايه ان هي هتبقى امتى ساين امتى كوزاين ده بسبب هي الجسم بدا الحركه منين. يعني لما يبدا الجسم الحركه من الايكوليبريم بوزيشن ممكن اكتب المعادله بتاعته انها ساين لان الساين هي اللي بتبتدي من زيرو. اه تمام واضح. اه طب دكتور هو احنا يعني ينفع ما ناخدش محاضره يوم السبت عشان نلحق نلم الحاجات دي عشان عندنا كوزز كتيره الاسبوع الجاي ولا مش هينفع؟ يعني خلينا يوم الخميس يعني برضو. اه ونلغي السبت يعني ما ناخدش حاجه السبت. لا طيب. بعد يوم السبت بيبقى عندنا محاضرات من الصبح بالليل فبتبقى صعبه قوي. هو صعب هو دلوقتي انتوا عندكم بالنسبه لكم انا شايف ان هو يوم السبت بيبقى ثلاث محاضرات ومحاضرتنا هي الرابعه. اه يوم الخميس بيبقى فيه ثلاثه توتوريال وبعدين بتيجي المحاضره ديت فهو انهي احسن لكم تبقى الرابعه بعد ثلاث محاضرات يعني. يوم السبت انا فوقت سكشن من غير
بس يا دكتور الفكره ان احنا عايزين نلحق نذاكر اللي فات ده بس. اه قصدي ان احنا ما ناخدش حاجه جديده السبت ده عشان نلحق نلم. يا ريت. ما هو هو دلوقتي احنا دايما متعودين ان الميد ترم اللي هو بيجي في الاسبوع السابع. احنا دلوقتي عدينا كام اسبوع؟ أربعة. فهو دلوقتي يعني فضل لنا كده اسبوعين. الاسبوعين دولت بيبقى فيهم ثلاث محاضرات. الثلاث محاضرات دولت هنقول فيهم حاجتين، هنقول الفورس دوسيليشن ونقول السوبر بوزيشن بتاعه الايه الموشن. ف براحتكم زي ما انتم عايزين، عايزين تخلوها السبت، عايزين تخلوها الخميس، انا ما عنديش مشكله في الميعادين. الخميس خلاص. الخميس اوكي ماشي خلاص. طيب بس ما يكونش عندكم في نفس يوم الخميس ده عندكم كويز ولا حاجه؟ لا الاسبوع ده ما فيش حاجه، الكويز هيبدا من بعد الخميس اللي جاي يوم الجمعه. الخميس هيبقى يوم الجمعه كده. فايبريشن عندك في كويز يوم الاربعاء. هو انا قصدي يا دكتور ان احنا يعني هو حضرتك المفروض في محاضره اجلتها مره خلناها الخميس، وبعدين برضو المره اللي فاتت قلت هتبقى الخميس، فاحنا الاساسي بتاعنا السبت. فانا قصدي السبت ده يعني بدل ما حضرتك تديها لنا تبقى بقى السبت اللي بعده، لكن السبت ده ما ناخدش اي حاجه عشان نلحق نلم الحاجات اللي علينا والمحاضره دي. قصدي ما ناخدش حتى برضو الخميس اللي جاي. اه يعني نبدا يعني بقى من السبت اللي هو مش بعد بكره. تلغي خالص. اه بالظبط. ما نقدرش نلغي خالص، لان زي ما بقول لك انا مرتبط ان انا لازم اخلص جزء معين عشان بيخش في الميد ترم كل سنه. فاحنا دلوقتي لو احنا لغينا في النص دلوقتي ما اضمنش ان احنا نوصل له في الاخر. يعني افضل لنا اني اخلص يوم الايه مثلا السبت او الخميس ده الجزء اللي هو الفورسد، ويبقى احنا مرتاحين، فاضل لنا قبل الامتحان اسبوع او 10 ايام ممكن نقعد نحل فيهم مسائل. يعني نعمل محاضره مسائل قبل الترم. مش عايزين نعمل كل اللي احنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت، مش لاحقين. طب خلاص يبقى هو الخميس. طب دكتور هو السبت افضل عشان الخميس هيبقى عندنا كده بعدين محاضره السبت والثلاث، فهناخد ثلاث محاضرات في فتره قريبه، فالسبت على الاقل هيبقى عندنا وقت نذاكر فيه. السبت زي ما احنا. طب خلاص. طيب بصوا انتوا مش كده عندكم محاضرات يوم السبت؟ اه خلاص بجمله المحاضرات وخلوها رابع محاضره وخلاص. ماشي بالظبط. ماشي احنا السبت ده عندنا عادي. عندنا عادي اه محاضره. والاسبوع اللي بعده هتبقى السبت برضه. خلاص هنرجع زي ما احنا يعني. نرجع زي ما احنا في خميس. هو انا ما كانش قصدي ان احنا نغير الميعاد، انا بس كان قصدي ان احنا نلغي واحده عشان نلم بس مش اكتر. انا كنت بخليني اخد الخميس، ان الخميس انتوا بتبقوا رايقين فيه شويه، فان واحد يجي لك بعد ما يكون سمع اربع ثلاث محاضرات قبلك بيبقى فاصل اصلا اوريدي من اي حاجه. ما اول بيبقى ملهاش علاقه من خلال الخميس. يعني ايه المشكله من خلال الخميس كل اسبوع؟ خلاص بعد الخميس كده. اصلا بيبقى يعني بيبقى في اسابيع السكاشن بتبقى اوفلاين في الكليه، فبالتالي الخميس بيبقى اخف في الاونلاين. بالظبط. يمكن خلال الخميس كل اسبوع يعني، فالخميس احسن بكتير. يعني هو في خميس هيبقى تقيل وفي خميس هيبقى خفيف. ماشي لكن انت عندك كل سبت هو احسن من سبتين تقال ورا بعض. خلاص خميس خلاص اسبوع سبت واسبوع خميس، لان من 8 الصبح لحد 4 ونص ده يعني بتبقى صعبه شويه. بس احنا هيبقى